مرحبا بكم، موعد استثنائي الخمسة ونص. نبدأ وناس نسمة اليوم باش نكونوا في قلب ما يمكن أن يحصل، وبقدرة ربي إن شاء الله ما يحصلش، باش نحلوا اليوم هالاحتجاجات هذية اللي بدأت في لحظاتها الأولى، مطالبة بالتشغيل، مطالبة بالتنمية، مطالبة بالعدالة الجهوية، وانتهت للأسف البارح في الليل تقريبا في ذروة توقيت يشكل انحراف هالاحتجاجات هذية. أصبحت حركة نهب، حركة سرقة، حركة اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، تواصلت إلى يوم الصباح في مشاهد عنف، فيها الحرق، فيها الاقتحامات، قباضة مالية في بوحجلة بالقروان يدخلوا لها بالسواطر، اقتحام مقر المستودع الديواني في القروان، والاعتداء على اللي كان موجودين فيه من أعوان ديوانة، وسرقة ونهب، إضافة إلى مختلف مظاهر عنف عرفتها البلاد منذ ليلة أمس، تواصلت بشكل محدود اليوم الصباح. اليوم الحكومة وزارة الداخلية أعلنت أنه بداية من الساعة 8 ليلا هناك حظر جولان على كامل تراب الجمهورية، إجراء وقائي تحسبا لأي عمليات عنف جديدة قد تنشأ نهار اليوم أو ليلة اليوم. باش نكون واضح معاكم، بلاتو اليوم بلاتو غير محايد، ما تنتظروش فتح المجال للاراء الكل، لا، الاراء المهبوله والاراء اللي بالنسبه ليها تستهتر مصير البلاد ومستقبلها، وتحرض على الحرق، وتحرض على العنف، وتحرض على الاعتداء على الممتلكات باسم اي تبريرات كانت. نحن لن نسمح بها. تونس ستظل عايشه في كل الحالات، اي جسم اجتماعي ينتج حالات انفلات. الولايات المتحده الامريكيه عم ناول في كاليفورنيا اكثر من هك، نهب وسرقه وحرس وطني يطلق في النار امريكي في ديمقراطيه عريقه من نوع هذايا، احنا ان شاء الله ما نوصلوش. والمكسب اللي حتى الى حدود الليله والى حدود صباح اليوم انه ما فما حتى رصاصه اتضربت، بل بالعكس الضحيه كان عنصر امن تعدى مقتله رغم بشاعه المشهد اللي استهدفه، ناظر امن شاب عمره 22 سنه توفى واستشهد في ظروف العمل نتاعو. ان شاء الله هذاك حد الباس، وتحيا تونس، والاكيد انها باش تحيا، وبات بانيك التوانسه اليوم باش نروحوا الناس كل لديارنا 8 متاع الليل، اجراء وقائي، لكن بات بانيك، الحياه ستستمر رغم حسابات اللي يحسبوا، ورغم الناس اللي تحب عندها حساباتها الضيقه والظرفيه. سياسيين نقولوا لهم عندكم انتخابات، كي تجي الانتخابات تفضلوا قدموا رواحكم، لكن من هنا من بلاتو هذايا من الوقت هذايا الى ان تاتي هالانتخابات هذيا، تونس يلزمها تحيا وباش تحيا. اليوم كما قلنا لكم التصويره الشارع باش يكون هو الاساس في البلاتو هذايا، مراسلين موزعين في مختلف النقاط الحيويه في العاصمه، مراسلين في الجهات باش ناخذوا الصور، باش نواكبوا الاحداث، باش نواكبوا التطورات. ضيوفنا باش يكونوا سي سلاح الجورشي، سي محمد الجويلي مدير عام مرصد الوطني للشباب. توا انا فرحان باستقبال الشباب المره هذه، شباب يعمل السياسه وموش يخفي على نفسه انه يعمل سياسه، باش نسالوا في الموجات من نوع هذا المفترض الشباب ينجم يحاور شباب، باش بيهم الشباب الاحزاب السياسيه اللي يدرى قادرين اليوم انه يلعبوا دور التاطير، قادرين اليوم انه يحطوا مسار الاحتجاج الشرعي المدني الاجتماعي في مساره، وعلاش فشلوا؟ علاش شفنا الانفلاتات هذيا؟ نستقبل نجيب الدزيري الناشط السياسي مثل اتحاد الشباب الديمقراطي، سي نجيب مرحبا بك، نستقبل خليل برعومي من شباب حركه النهضه، حزب موجود في الحكم، خليل مرحبا بك. بالطبيعه خليفه بن سالم باش يرافقني، امين كيف كيف باش ترافقنا من بدايه الناس نسمه الى نهايتها اليوم، تعطينا شفم مع النات، حتى اكثر التحاليل هبله. والله شفت جماعه قال لك شنو المشكله يهزوا الفريجدارات، يا اخي ما كنتش تحاسبوا في اللصوص الكبار، تحاسبوا اللصوص الصغار، معناها يلزمنا نسكتوا، هذا مقايضه مع هذايا، ها ما يسالش، واللصوص الكبار يوليوا يعملوا ميليشيات مسلحه باش يوليوا يحميوا اللي سرقوه في الكبير،
واللصوص الصغار يعملوا قانون الغاب والحرب الاهليه وقانون الغاب هكا يحبوها البلاد على ما يبدو. بون هذا في كل الحالات معناتها ديما وين تجي حالات كيما هكا لا تختلف وتتبين الاراء معناتها ما يلزمناش نسحبوهم على الفيسبوك هذاك مرتع ديما لمختلف الافكار تنجم تلقى مش فيها مشكله حريه التعبير مش مشكله من حقهم يقولوا الكلام هذا لكن حتى احنا من حقنا نعلقوا عليه طبعا اخي هما بكش القران المقدس الفئات هذه اللي تروح من بعد لديارها منهم شكون صدقني بالبيسين وياخو كويس بعد ما يكتب الحكايات هذه راه نعرفهم شخصا شخصا والله العظيم شخصا شخصا اما غير لولا الحياه والتحفظ وما نحبوش نشهروا بالعباد ويجي قدام اورديناتور هيا الثوره والثوره الثانيه احرق شنو هي المشكله اللصوص الكبار خلي الواحد ها وهو شاد الدار قدام البيسين في الضاحيه الشماليه سيدي ويستعمل مجموعه من الشباب كوقود وحطب يلا سيدي هاو نشوفوا النتائج هنشوفوا حي التضامن توا التقرير الليله الليله في حي التضامن البارح ونبداو النقاش مع الضيف كانت هذه أثار الأحداث اللي شهدتها منطقة التضامن على خلفية قيام مجموعات كبيرة من شباب المنطقة من نهب وتخريب وسرقة الفضاءات التجارية بالجهة واللي تواصلت لساعات متأخرة من ليلة البارح وكانت حصيلتها حرق سيارة مواطن ونقطة مرورية للحرس الوطني وسرقة أجهزة إلكترونية من محلات تجارية إلى جانب سرقة فرع بنك الشباب اللي أقدم الإضرام النار في العجلات المطاطية وغلق الطريق ورشق أعوان الحرس بالحجارة ليلة البارح استغل موجة التحركات الاحتجاجية في البلاد واللي كانت معظمها سلمية وعمدوا على التخريب وزعزعة الاستقرار العام بها ما كانت 7:30 العشية تلمت عباد هنا في الحومة فهمني ومن بعد ما حكيت 8 مشوا للرامبون واحد في مسمى حاكم واقف طردوا الحاكم مشي على روحه وشو بدو يخلعوا شباب توا والله يا عيب عليكم على خاطر كلهم الزواولة اللي تمشي فيه اللي يتخادموا مساكن يجريوا على عائلات توا كي من هكا تلقاهم مساكنات باش يقعدوا توا بشهر بشهرين هما بطاله معناتها باش تزيدوا البطاله على قدام منال البارح بصغارها تسرح يسرقوا في الياغورت ويعملوا راجل حال كرهبته ويهز العباد باش نورمال ورغم الأحداث المؤلمة اللي عرفتها التضامن إلا أنه كانت هناك نقطة مضيئة تتمثل في محاولة بعض السكان المنطقة حماية المنشآت الخاصة والعمومية ووقفوا للتصدي لهالمجموعات المخربة بالنسبة للمجموعة اللي جات لهنا صدت لها بجميع الطرق جماعة حي الانطلاق وما خلتهمش يزيدوا يقتحموا أحوان أخرين ومقرات أخرين فهمتني وقعدت الحكايه مطوله حتى ال 11 نص الليل نتاع الليل وهم متصدين للصباح. جماعه القهاوي، جماعه البوتيكات خرجوا، جماعه الكيوكس اللي عندهم صوالحهم خرجوا البارح. ناس مصبحه البارح على رزقهم وعلى رزق الناس، فما حتى عباد محوانسهم مش هناك كارين بركه. الجو العام اللي عاشته منطقه حي التضامن البارح من ولايه أريانا وجد استنكار من متسكني هالجهه ودعاوا السلطات الامنيه لاتخاذ كل الاجراءات اللازمه ضد هالتصرفات اللي شوهت التحركات السلميه حسب تعبيرهم. مرحبا بكم، كما قلت نجيب الدزيري خليل برعومي. يعني نجيب نبدا بك، يعني التحركات هذه هل تعتقد انه اليوم من الواضح ويمكن أن نعلنها بشكل رسمي أن تم اختطافها الآن وخرجت من إطار الشبيبة اللي رافع شعارات شرعية وعندها الحق وحد لا ينجم يناقشها في الأمر هذايا وسيء وتم تحويل وجهة هذه التحركات إلى تيار جارف متاع نهب والسرقة واستغلال الموقف للاعتداء وللحرق واستهداف ممتلكات الناس العامة والخاصة إلى غير ذلك. برهان اليوم باش نوصفوا الاشياء ونسموا الاسماء بمسمياتها. حقيقة في تونس هناك وضعيات اجتماعية متدهورة ياسر. الشباب عاطل عن العمل معناتها برسك في كل ريف وفي كل مدينة وفي كل حومة. الاشكال اليوم عادية باش تدخل عباد عندها اجندات اخرى وعندها مصالح اخرى في النهب والسرقة وكذا. أنا تقديري أنا من عام 2002 في الجامعة التونسية واختبط على الآلاف مستحيل خريجي الجامعة وأصحاب الشهادة العليا والناس على الدافع على المطالب الاجتماعية باش تعمل الشيء هذا سي أوتوماتيكمون باش تدخل عباد أخرى لأغراض أخرى مي
باش نبداو بعد نور، لان هي وصلنا للتكسير ممتلكات العامه والخاصه. كيفاش بدات العمليه بري؟ ما هو يلزمنا زاد شعبنا يلزم يعرف كيفاش بدا على ذاك ما هداش هو. بدات سي بوريان من الوليد اللي ضرب الضوء في المصري رضا اليحيوي. رضا اليحيوي بتاريخ 16 فيفر 2015 محضر جلسه. هاني وين الكاميرا سي بوريان؟ تفضل هيك توجه هاي الكاميرا. 16 فيفر 2015 محضر جلسه، هز الورقه عملها اون بلان. محضر جلسه 16 فيفر 2015 مع النائب كامل الحمزاوي ومحمود القاهري، نواب في مجلس نواب الشعب، في مجلس نواب الشعب تو على جهه القصريه. ايوه باش يخدموا 78 واحد. شنو يخدموهم هما؟ هذوما النواب عندهم شركات خاصه؟ لا، باش يخدموهم عند الدوله. شكون مصحح؟ اه النواب المعتمد الاول نور الدين التواتي. أيوة. والوالي عاطف بوغطاس. ايوه هذه من 2015. محضر جلسه حضروا فيها النواب والوالي والمعتمد الاول. والمعتمد أيوة. الاول وباش يخدموا 78 واحد. هذه في 16 فيفري 2015 محضر الجلسه 78 اسم. كيفاش اختاروهم؟ الله اعلم. مشاو هذوما صحوا المحضر جلسه في 2015. نجيو ل 2016 محضر جلسه اخر. في 763 اسم. شكون مصحح فيه سي بوريان؟ ايوه سيد بلال على رئاسة الحكومة، وسي جلال الهمامي، ونزار عمامي، ومنجر رحمي. في الأقل في الأقل هذه بناء على جلسة وين تمت؟ في رئاسة الحكومة في القصبة لهنا في تونس. في القصبة لهنا. هي تخص شنو؟ موضوعها شنو؟ موضوع هذه التشغيل 763 شاب. وين؟ في جهة القصريين ولا لا في جهة في الجمهورية الكل؟ هذه في القصبة صارت. يعني وبناء عليها يعني اختاروا 37 700 اسم. 763 اسم موجودين لسامي في داولوها في الجلسه هذه. داولوها فيها مشكون مفروز امني، وفيهم شكون ولد عم ولا الباش. ما هو هذه هي امتى محضر الجلسه هذا بريد؟ تبعوا الاحداث نهار تلي الوليد. لا سمي سمي باش العباد تفهم انا ولد عم ولا الباش شكون. قولوا مولا الباش اش معنى احزاب سياسيه تدخل في جماعتها تقول انت؟ بالضبط النواب يخدموا في جماعته. هذا محضر جلسة امتى صار؟ امتى صار هاو الكاميرا؟ نهار اللي الوليد مشى. ما هو هنا بريان باش تفهمني لهنا صارت في 2015 الحكاية. اي هذه هبطت في 2016 نهار 18 جانفي 2016 باه مشاو هذوما كي سمعوا اللي فما فما لستات هبطت للخدمة. جماعة القاصرين مشاو للولاية تاع 2015 تاع 2015 قالوا نحن ما صححنا في محضر جلسة. ايوه وينو ما سامينا؟ ايوه لقاو ستة سامي تبدلت من 78 هذوما. ايوه الستة سامي اللي تبدلت بداو يحتجوا. علاش لحقتني ستة سامي؟ منهم المرحوم رضا. منهم المرحوم رضا اليحيوي. ايوه الشعب قال لك هي الناس تخدم تحت الطاوله، شبينا ما في بالناش، على اي اساس كامل الحمزاوي وسي محمود القاهري؟ اليوم نواب عن حركه نداء تونس. عن حركه نداء تونس. محمود القاهري ما نعرفش على شكون. اي نائب محمود القاهري ما نعرفش على انا وحسن. على اي اساس هذوما يخدموا 78 والجهه فيها 28000 بطال؟ وابدا اسمع وافزع. وحتى الاخرى زاد النواب من بلاصه اخرى زاد. هذه النواب من المعارضه. من الجبهه الشعبيه. بالضبط هذو نواب المعارضه ونواب الحكومه. مع بعضهم يدخلوا في جماعته. كل واحد الى عنده يمشي يدخل جماعته. ايوه. هذوما زوز محضر جلسات. كي هبطت هذه في الاعلام المحضر جلسه تاع 18 جانفي. ايوه. هذوما مشاو. هبطت هذا في الاعلام نجيب. هبطت في الفيسبوك. في جميع الفيسبوك. تراتيني الورقه خلينا نطلع عليها. تفضل الورقه اطلع عليه. سامحني سي خليل. تفضل الورقه. تابع الاجتماع من اجل ممثل الاتحاد العام طلب تونس وممثلين اثنين عن اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين على العمل وعدد من النواب وممثلي طرف الحكومي والاداري. اي عادي جدا هذه منظمات تتوسط نجيب. لا لا يا سي بوريان ما عندهاش علاقه بالمنظمات اصلا. اه مالا شنو مشكلتك في الواحد؟ ما عندهاش علاقه بالمنظمات. هذوكم عندهم جماعه معاهم في الحزب مشاو خدموا باتفاق مع سيد بلال في رئاسة الحكومة على مسؤوليتك. على مسؤوليتي يعني محضر جلسة شيء على مسؤوليتي يعني هابط بارتو ادخلوا في الصفحات الاجتماعية هاو أمين امتيرو موجود تنشوفوا باه هيك واصل باه. كي هذوما مشاو يلوجوا على سامي من قبل سامي تبدلت الناس بدات تحتج. اسمع وافزع راهم خدموا 78 عام ناول ونحن ما خدموناش. اكل بطل الكل بداوا يحتجوا وحق طبيعي ومشروع. وبدات كرة الثلج تكبر. لهناش هي الاشكال وين؟ في الشفافيه. على اساس 78 يخدموا
و28000 الاخرين ما يخدموش. راهو الشباب كي صارت 14 في ومن بعد الناس رقحت، لان شعارنا كي خرجنا وعيطنا ونظلنا التشغيل استحقاقي عصابه السراق تحسين الوضعيه الاجتماعيه، كي قالوا لنا بشوي بشوي الناس هديت وقبلت الانتخابات وشاركت في الانتخابات مش برشا ودعمت الوضع العام السياسي في البلاد وصبرت. مي طالبت بالشفافيه في انتداب العباد، لازم فما شفافيه، لازم فما دي كريتير، اكبر عمر، اكثر فقر، كونكور، مش هكاك هاي برمش صح في محضر جلسه 78 على اي اساس تم اختيارهم؟ باهي ثانيا سي برهان، شكون الناس اللي تحتاج؟ شكون العباد اللي تحتاج؟ اليوم سيد برهان في تونس فما 8 ملايين ناخب، مشوا نخبوا 3 ملايين 5 ملايين ما مشوش نخب. الشباب اليوم اللي يضربوا بالحجر ويعيطوا هذوك ما بين 14 و30 سنه ما مشوش نخبوا نهار 26 اكتوبر صبحوا راقدين. علاش صبحوا راقدين؟ لانها الطبقه السياسيه ما نجمش تقنعهم باش يشاركوا في العمل السياسي بتاعها. هذوك هما اللي عايتوا يحتاجوا لانهم هما اللي عايشين الوضعيه الاجتماعيه القاهره. مشيت نهار الاحداث رئاسه الحكومه، رئيس الحكومه غايب سي سليم شاكر ترأس مجلس وزاري واجتمع بنواب السلطه والمعارضه. طب تو ما عادش فما سلطه ومعارضه، كلها السلطه السياسيه هذه كلها هذا ممثل بما يعني كي ما واحد يوقع فما ناس تقول لك انا في المعارضه ايش دخلني؟ لا عاد كاين كيف المعارضه ايش دخلك؟ ما صححش مع رئاسه الحكومه، ماك معارض انت. ما ليش مصحح مع رئاسه الحكومه؟ تيما زاد هنا الاشكال، اللعب في التفصيلات هي. شو النواب الكل؟ على النهضه وعلى الجبهه وعلى النداء والاتحاد الوطني الحر والما همش في السلطه زاد الجبهه وعملوا محضر جلسه وعملوا قرارات لكن الشارع ما ركحش. علاش ما ركحش؟ لانه العباد هذيك ما نخبتش هذوك مش تكلموا باسمهم. ما شاركوش في العمليه السياسيه. بما يعني باش نجموا نعالجوا الوضعيه يلزم الشباب هذوكم عندهم صوت يوصل. واضح. ومن منبر هذا هاي. انا ماذا بينا السلطه السياسيه تهبط لشبابها. نحن من الناس اللي نعيطوا في الشارع بري مستعدين نضحيوا ونقولها على الملا وفي المباشر، نضحيوا من اجل تونس، نضحيوا من اجل بلادنا، ضحينا قبل وما زلنا نضحيوا، اعطيونا شيما واضح ورؤيه واضحه واستراتيجيه واضحه والشفافيه. شي ما انت تنحي المعتمد لون بتاع القصرين وما تحكموش بما انك نحيته معناتها مخطئ. ما هو حاكم هذاك باش المعتمد اللي بعده يولي يطبق القانون، لانه باش نكونوا نحن سكان في البلاد هذيا يلزم القانون هو الفيصل بيني وبينك. يلزم القانون هو الفيصل بيني وبينك. نجيب خلينا نشوف التقرير هذا من الحي التضامن ايضا باعتبار حي التضامن البارح استاثر بالنصيب الاهم من التغطيه باعتبار طبيعه الاحداث اللي حصلت فيه البارح ونرجع لاستئناف النقاش. سبعتاشر شخص من بين 2500 تم إيقافهم البارح إثر أحداث العنف اللي قاموا بها في حي التضامن وين اقتحموا سرقوا زوز بنوك ومغازات. العملية انطلقت حدود الساعة 7:30 7:15 العشية. تجمع عدد على مستوى مفترق حي الانطلاقة وشارع ابن خلدون 105 حوالي ما يقارب على 2500 شاب وجلهم من ذوي السوابق يغتنموا الفرصة دي للقيام عمليات النهب والسرقة من محلات تجارية. مكننا من إيقاف عدد 17 منهم في حين لاذ الأخرين بالفرار. رجعنا النيابة العمومية كلها من اللي بدأت الأطوار وإحنا حطينا النيابة العمومية في بالها واللي أذنت معناها باش نقوموا بالإجراءاتنا القانونية والواجب وتم الاحتفاظ بهم الأطراف هذوما وإحنا ساعينا معناتها لمزيد تعرف على بقية الجنات وإيقافهم وحالتهم على العدالة. الوحدات الأمنية بحي التضامن تمكنت من حماية أحد البنوك ونجحت في إنقاذه من سرقة أكثر من 170 ألف دينار كيف ما قاموا اليوم الصباح بمداهمات لاسترجاع المسروقات.
امين تحب تعلق؟ قلت لي كلام نجيب. ليه على كلام نجيب؟ على خاطر انا نشوف اللي به تحليل صحيح تنقصه الدقه. علاش؟ خاطر اليوم مثلا اذا كان نحكيه بالمنطقه اللي يفهموا الشعب التونسي، النهضه خدمه شبابها كي كانت في الترويكا، والمؤتمر كيف كيف سعى انه يخدم شبابه. اليوم كيف كيف اللي موجودين في الحكم ونشوف اني لي اوتوماتيكي مش يسعى انه يخدم شبابه، اي اون ميم طون باش نخليه المعارضه رايضه ما نهيجوهاش علينا، كيف كيف نحاولوا نلقاو اليات باش نخدموا لها شبابها. لكن في هذا الكل ما انت تقسيم غنيمه سنه لي لي في هذا الكل الفو فير لا ديفيرونس ديجا اللي نحن قاعدين نحكيوا على حاجتين تو بعض على بعضهم على الاخر قاعدين نحكيوا على عمليه نهب ودرشنية اللي قاعده صايره في تونس تو اللي فيها مجموعه من الشباب اللي ما همش العاطلين على العمل ولا المطالبين بحقهم في الشغل، وقاعدين نحكيوا على ناس طالب بحقها في الشغل وفي التنميه وغيره. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، اليوم الاتحاد العام طلب تونس اللي جات في حد ذاتها الشعب التونسي ما يعرفش، مش متوغل معناها في الديتاي وفي التفاصيل. اليوم مثلا الناس هذيا كي طالب حقها في الشغل، خاصة المفروزين أمنيا، الناس اللي كانت تناظر في الجامعة وغيره صلب الاتحاد العام طلب تونس، اليوم مقسومين على اثنين. فما شكون معتصم في مقر الاتحاد اللي فما شكون مستعرف به وشكون مش مستعرف به، وفما شكون مشى اعتصم في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفما شكون خدموهم وشكون لا، واللي محسوبين على الطرف معين خدم واللي محسوب على الطرف آخر ما خدمش، وفما 27 ألف طرف وشلة وملة في وسط الاتحاد في حد ذاته، والناس ترضي في هذا. خلينا نحكيوها بالتفاصيل. صحيح ناس مناضله، ناس ناضلت في وقت من الاوقات، ناس تفرزت امنيا في وقت من الاوقات، لكن اليوم هي بيدها كلي دخلت ودخلتنا في المعمعه هذيا نتاع هاي الترضيات. هاي خل رضيو الطرف هذايا، خل نخدموا له فلان، وشكون يرشح الطرف هذايا من شبابه باش يمشي يخدم؟ كلها اسحاد اصحاب شهيد معطلين على العمل. لا يمكن لحكومه ما بعد 14 جانفي وبعد انتخابات 26 وحكومه استقرار من المفروض هذه تشتغل بالترضيات. شنو حكومه الترضيات؟ مش معقول حكومه الترضيات. خلينا نسال خليل. خليل كنت تسمع في الحكايه هذه، لكن الرساله سكيل باري انه الامور تجاوزت الناس كل، تجاوزت الاحزاب وتجاوزت شباب الاحزاب. رغم انه التوجه كما كان يقول لك هو توا نجيب وعلق عليه امين، ان الحكومه اشتغلت على اساس الاحزاب اللي موجوده في المشهد السياسي عموما، سواء اللي معاها في الحكم او في المعارضه اللي هما الزوز يشكلوا المشهد السياسي الرسمي، كلها خدمت بالترضيات واعطت لاصحابها، وناس خدمت وناس عملت وناس. سكيل باري الرساله الكبيره اللي ارسلت من خلال الاحتجاجات هذه، خاصه في جانبها الاول المدني الاجتماعي الشرعي، انها تونس الرسميه هذه لم يعد لها أي مصداقية قدام تونس الأخرى، تونس الشبابية الجديدة الثاوية اللي موجودة للأسف في القهاوي، بعيدة على الحسابات هذه بتاع الاتحاد طلب تونس، هذا تابع الفرع 18 و20 و65 و87 وراسين كاريدو إكس وكمبوديا وألبانيا والصين والحكايات المعقدة. تونس الأخرى يعني كما يقولوها باللغة السوقية بعثت هذم الكل ومشات توا قاعدة تعبر على صوتها، أحيانا بشكل سلمي وأحيانا هك شفنا الانفلاتات الأخرى. يعطيك الصحة سي برهان، نسبي كلامك إلى حد ما، كيف كيف حتى كلام أمين في علاقة أنه النهضة ولا الأحزاب خدمة شباب، هذا كلام زاد غير دقيق ويستحق المعطيات معناها في النهاية. إذا كان مش نحكيه على الدقة، أنا مثلا في إطار العمل نتاعي كصحفي وتيت 20 ألف مرة نمشي لمقر حركة النهضة، نلقى البيرو نتاع لاكوي يقبل في دي دوموند نتاع طلب تشغيل، معناها إلي قاعدين نشوف. ما عنديش فكرة على هذا، حتى كان موجود هذا في علاقة ممكن مفتوح أنه وساطة لكل شباب تونس والناس الكل، معناها مش شباب النهضة. المقر نتاعو يبقى غير دقيق، يبقى غير دقيق، ما فماش معطيات دقيقه. اول شيء نترحموا على رضا اليحيوي والامني سفيان البسليمي، طبعا زوج شباب يمشيوا ضحيه، سامحوني في الكلمه هذه، الخزعبلات. علاش خزعبلات؟ خزعبلات اليوم اللي قاعد يصير. اول شيء انا نتاسف قاعد يقع تشويه وتحريف معنى الثوره الحقيقي، معناها وقت اليوم اللي قاعد يصير نسميوه ثوره وثورة ثانية، وكأننا نحن نطعن الساعة في الثورة الأولى، كنقولوا ثورة ثانية، وكأنها الثورة الأولى ما قدمت شيء وما عطت شيء، وهذا مش صحيح بكل النقائص والهينات اللي فيها. لأنه في تقديري أنا بقدر أهمية المطالب الاجتماعية اللي مطروحة، وأنه شباب المعطل والمهمش مش كان في القصير، حتى في حي التضامن وحي انطلاقه والعمران الاعلى والملاسين وحي الزهور وكل المناطق، ونمشيو من غاديك يعني في كل المناطق فما شباب مهمش واليوم ويعاني، وما خذا شيء من الاحزاب وما اعطته حتى شيء الحكومه. صحيح والناس هذه اليوم بودي
وأنا مؤمن فعلا بقضيتهم ونتمنى أنهم اليوم يواصلوا في حراكهم الاجتماعي السلمي اللي يكفلوا اليوم القانون والدستور. هاي الثورة اش عملت اليوم على الأقل على المستوى السياسي، أنك اليوم تخرج تحتج وتتكلم وتعبر والأمن يحميك. وقت بن علي وقت خرجنا وعيتنا ومارسنا نوع من العنف الرمزي لأنه كانت دولة ديكتاتورية ما تخليكش أصلا تعبر وتطالب بحقوق، أصلا أنت ما عندكش حق في الدولة هذه، اليوم أنت عندك الحق تعبر، أما مش بعد نصف الليل وتخرج وانت هز سلاحك وخارج للكياس وانت تخلع في حوانة الناس. يعني وقت اللي واحد عنده حانوت عطار نخلعوا له حانوت ونخلعوا بانكا ونخلعوا هذا ما عنده حتى علاقة بالمهمشين والمفقرين اللي قاعدين يطالبوا اليوم بحقوقهم اللي يلزم ياخذوها ويلزم الدولة اليوم تسمع الناس هذوما. كما قال نجيب اليوم الطبقة السياسية بعيدة كل البعد عن مطالب الناس هذية، فما تضارب أولويات صاير في البلاد ما بين أولويات النخبة السياسية وأولويات الشارع التونسي في نسبة كبيرة منه وخاصة الشباب التونسي. يعني اليوم قدمنا على مستوى الحريات وقدمنا على مستوى الديمقراطية وقدمنا على مستوى البرلمان، واليوم نحن عملنا توافق سياسي يعني الناس الكل تقريبا تمدح فيه وسنخذين النوبل إلى آخره، ولكن هناك إشكالات حقيقية تتعلق بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية والتنموية اللي الشباب ثار من أجلها. ولهنا السؤال، الطبقة السياسية وين من يعاني فيه الشارع التونسي؟ الكل، الحكومة ومن خلفها الطبقة السياسية، وهذه الإشكال الحقيقي. اليوم نحن للأسف اللي قاعدين نشوفه فيه حتى في بعض الأحيان في شبكات التواصل الاجتماعي، يا إما تكون مع المفقرين والهامشين وإلا تكون مع الدولة. مش صحيح، أنا اليوم بعد 14 جانفي في فول مرحلة أنا مع المفقرين والهامشين ومع الدولة مع الزوز، لأنه يعني اليوم نحن نبحث عن الإجابة عن سؤال كيف نحقق دولة الشعب. واليوم في اعتقادي الدولة هذه ما بعد 14 جانفي وما بعد الدستور وما بعد الانتخابات الأخيرة نحن فعلا في دولة الشعب، وهذه حكومة الشعب، حكومة منتخبة. يعني للأسف البعض يحلل الاحتجاجات ويحلل المطالب ويحلل عملية الحرق ويبررها إلى آخره بما قبل 14 جانفي. الشعب الأحزاب السياسية تقسم بين بعضها والشعب اللي ما نخبش الخمسة ملايين. لا لا لا، ما قلناش هذا، ما قلناش هذا، نحن نرنو إلى تحقيق دولة الشعب يا نجيب، وهذا لازم يصير، وهذه الحكومة حكومة الشعب. يعني الحكومة اليوم هذه ما هيش بانقلاب، معناتها الشعب ما هيش الحكومة البكوشة. لا ما قلناش هذا يا نجيب، قلنا الحكومة هذه مقصرة، وقلت أنا بديت حكيت كلامي حكيت على حق الناس في المطالبة بحقوقها، وهذا قلت. ولكن هذا ما يعنيش أنه اليوم نسمعوا دعوات لحل الحكومة ولا دعوات اليوم لانتخابات تشريعية مبكرة، هذا ما يخدم كان أجندة من اثنين، أجندة الانقلاب ولا أجندة داعش، ما يخدمش حاجة أخرى. هذه الحكاية بالتفصيل بعد ساعة. رحب سي سلاح الدين الجورشي الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك سي سلاح. ورحب بطبيعة بالدكتور محمد جويلي مدير عام مرصد الوطني للشباب، مرحبا بك سي محمد. السياسة تو نجيبها معاك، خليني نكمل في السوسيولوجيا توا، لكن سجل لي عندك مطالب انتخابات مبكرة، مطالب إسقاط الحكومة. ولو خليلي يقول لك زاد مطلب الانتخاب المبكر ومطلب اسقاط الحكومه ينجم يكون ضمن السقف الدستوري عادي جدا. انا مانيش نحكي على اسقاط الدوله واسقاط نظام، اليوم فما حاجه منتخبه فما دستور تعمل لهنا تو بعد نناقشوا مع خليفه وسي سلاح ومعاكم زاده، لان درا المطالب هذه معناها انت تقولها انها غير معقوله اليوم، لكن الناس اخرين يقول لك تدخل ضمن المعقول الدستوري مثلا ونقيموا معقوليتها بعد، خاصه ان اليوم بدات الدعوات بشويه بشويه. سمعنا الرئيس السابق المنصف المرزوقي يتحدث على مطلب من هذا النوع اليوم. عندي توضيح لهنا قبل ما تعدي، خاطر جميع وسائل التواصل الاجتماعي حكيت على مطلب المنصف المرزوقي في فرونس 24 على اساس انتخابات تشريعية مبكرة. المنصف المرزوقي هبط توضيح على الباج اوفيسيال نتاعو، يقول معناتها المنصف المرزوقي لم يدعو في حواره اليوم مع فرونس 24 لانتخابات تشريعية مبكرة، في هذا الحوار دعا لمؤتمر وطني للانقاذ يشارك فيه الجميع امام عجز منظومة الحكم الحالية، وفقط في هذا الاطار يمكن طرح كل الفرضيات بما فيها انتخابات تشريعية مبكرة. يعني ما دعاش مباشرة، دعا في مرحلة أولى إلى حوار وطني ممكن يمشي لخيار الواحد. طبعا ناقشوا على الخيارات السياسية ومدى جديتها ومعقوليتها. تبقى سي محمد جويلي مدير عام مرصد الوطني للشباب اللي هو مؤسسة رسمية. سي محمد تشتغلوا أنتم وكذا وتنجوا في دراسات، يعني نبهتوا معناها الدولة اللي هي مشغلتكم أنه ينجم يحصل اللي يحصل هذا؟ طبعا نبهنا، اخر على الاقل اخر سونداج عملناه في اواخر 2014 فيه كل المسائل هذه، في العلاقه اولا بمشاركه الشباب في الشان العام، موقف الشباب مساله توزيع الثروه، موقف الشباب من الظاهره السلفيه، هذا كله موجود وموثق وموجود في المرصد الوطني للشباب. هل نبهتم للانفجار؟ طبعا انه راهو شي جين هابس تقول عندنا لسان هذه، وهذا منتظر سيكليك يعني المشكل انه الانفجار يا برهان العنوان نتاعو تغير دون كيل سونس، تغير انه انتقلنا من انفجار بتاع الثوره في 2010 2011 من انفجار من اجل
تقاسم الثروة الآن انفجار من أجل تقاسم المخاطر. اجتمعش بمعنى؟ بمعنى أنه ما عادش عندنا ثروة باش نتقاسموها، لأنه النمو والاقتصاد تقريبا في وضعية حرجة جدا. الآن الناس الطالب أنه نتساوى معاك على الأقل في تقاسم المخاطر، المخاطر الصحية شفتوا تطوين وقبل لي شو اللي صاير، المخاطر المدرسية في كل ما يقع في المدارس من عنف ومن فشل مدرسي إلى غير ذلك، المخاطر المرتبطة بالتنمية المحلية، المخاطر المرتبطة بالفساد وبتوزيع العينات وتوزيع الريع، يعني إنشئنا الوظيفي بكل معني الريع الوظيفي بالضبط، تعبر عليه محاضر جلسة الآن، محاضر جلسة الريع الوظيفي ذلك، بما في ذلك مسألة الفساد. دونك وهذا الخطر، لأنه بين أنك أنت تطلب إعادة توزيع الثروة، يعني الثروة موجودة دونك ثم إمكانية توافق اقتصادي اجتماعي وسياسي لإعادة توزيعها، ولكن الآن احنا في المخاطر، يعني إعادة توزيع المخاطر بين الناس. علاش أنا تجيني المخاطر وأنت ما تجيكش؟ ما نجمش نعيش كيفك آمن مترفه خويا، عيش كيفي أنا زادة إيه، ما أنا ما تحطيش لاني لاني في الثروة ولا حتى في المخاطر. دونك هذه أسوأ حالة تنجم تعطيها. وهذا شو يعطي بالضرورة؟ يعطي أيضا شكل آخر من الاحتجاج، لأنه انتقلنا من ثلاث مراحل. ثم الوضع الموضوعي نتاع الفقر والمؤشرات، هذه الناس كلنا نعرفها، القسرين والسليانه وجندوبه الى غير ذلك، ونسبه التشغيل دبوي، هذا الموضوعي، الوضع بشكل موضوعي. اثنين، قبل كنت اتذكر نحلوا بالوعي، يعني وعينا بهالمؤشرات هذه. الوعي شنو يعطي في العاده؟ يعطي حلول جماعيه، نقابات واحزاب وايديولوجيات الى غير ذلك. الان ما عادش انتقلنا من الموضوعي إلى الوعي بالأزمة، انتقلنا إلى ما هو أسوأ، إلى الإحساس بالأزمة. فما فرق بين الوعي وبين الإحساس؟ الإحساس أكثر سوفرانس، أكثر ألم، أكثر شعور بالحيف، وبالتالي المشكل الاجتماعي، بطالة، صحة، مدرسة، أي مشكل من المشاكل الاجتماعية يولي يتحول من مشكل اجتماعي إلى إخفاق شخصي. دونك سوفرانس تولي سوفرانس شخصية، يولي الانسان يدور على روحه، يولي يشعر بالعجز وبالفشل، الاستيم دو سوا يطيح، لو كابيتال سامبوليك لازم يكون عنده كيطيح، الياس تحكى عليه يطيح. شنو يعطي هذا؟ يعطي لك سكون ابل لي كومبورتمون ريسك، يعطي يعني التطرف في كل شيء، في الارهاب، صور البارحه اللي شفناها، في الصور اللي شفناها، في الهجره السريه، في المخدرات، في الجريمه المنظمه وغير المنظمه، في التهريب، في كل السلوكات الخطره. لماذا؟ لانه ثم احساس انه ثم مؤسسات تقريبا ما عادش تشتغل، وانك انت كشاب في مواجهة خطر، في مواجهة حالة ميؤوس منها، دونك أنت لازمك تتصرف وحدك، وقت تتصرف وحدك يكون الألم أكبر، لأنه يعني قبل كان عندك الوعي يهزك شوية، الإيديولوجيا تهزك شوية، السرديات الكبرى تهزك شوية، طبعاً. النقابات، الدولة، العائلة، الديمقراطية، يعني الديمقراطية إلى غير ذلك، الانتخابات، هذه كلها أون ديكلان، في حالة ضمور، في حالة تراجع كبير، دونك فاس أو مور الشاب يعني سوفر باغ اكسيل، ولو سالو يعني الإنقاذ لازم يكون إنقاذ في اعتقاده أنه هو إنقاذ فردي، لأنه إحساس بالفشل هو إحساس مربوط بالإخفاق الشخصي، ماهوش بالشكل الجماعي. دونك في الحل وأنهي الآن، لابد من العودة إلى الحلول الجماعية. لا يجب ترك المشكل أنه هو مشاعري عاطفي، أنه هو إحساس شخصي بالفشل، لازم نحولوه إلى إحساس، إلى وعي جماعي، فيه مؤسسات متضامنة، فيه دولة، فيه نقابات، مؤسسات مجتمع مدني، منظمات دولية، منظمات دولية ومنظمات وطنية أيضا، إعلام إلى غير ذلك، من أجل أن يكون الحل هو حل جماعي. سي سلاح يعني خليفة أيضا، توا نحب نربط بالكلام تاع الدكتور الجويلي، يعني كمام يعني أخي الطبقة السياسية لدرجة هذه ما تنجمش تعمل حتى ما تنجمش تمثل، ما تنجمش تعمل حتى المسرح، يعني 5 ans كما يقول لك الأحزاب، تحويل هالهم الشخصي هذا اللي نجم يتفجر وعادي جدا ويتفجر في مختلف أشكال كما قال لك السلوكات الخطأ إلى هم عام، يعني ما كناش نجموا مؤتمر وطني للتشغيل، ما كناش نجموا مؤتمر وطني للتنمية، ما كناش نجموا تعب وطنية سنة 2013 سنة الواتي، شوية مكياج نحسوا للعباد كذا، شنو الحوار الوطني الوحيد اللي تعمل باش نتقاسموا السلطة ونخرجوا من أزمة السلطة على أهميتها؟ الحوار الوطني اللي تعمل الوحيد كل مرة كيفاه باش نوزعه، كيفاه تقف البلاد 4 أيام باش الحكومة جديدة شنية كذا، يا أخي طبقة سياسية ثلاث 5 سنوات يعني للدرجة هذية معناها تكون حمقاء في تهميش الاجتماعي اللي من أجله تحصل كل التحولات في البلاد هذه على مر تاريخها، شنو الحكاية؟ تو أنت ما شاء الله عليك عندك مدة طويلة وأنت تعمل في الديبا وفي الحوارات، تتذكرش مرة معناها حكومة من الحكومات استبقت الأحداث وعملت شيء قبل وقوعه
وامتصت بشكل إيجابي معناها ردود الفعل محتملة. احنا تعودنا ما نتحركوا كانت تتخذ طو هكا بداوا يقولوا اه منا نمشيوا غاديك. واللي حاجه ثانيه مش فقط وقت تتخذ ومن بعد ناخذ رد فعل ونتحركوا ونعملوا مؤتمرات ونعملوا ندرى شنو من بعد نعاودوا نرجعوا وين كنا عليه. تو مثلا هو ذكر معناها استطلاع راي عملوه في 2014 وهو مهم جدا انا اتساءل مش هو يستعملوا استطلاعات عديده الان ولا احدى التقاليد نتاعنا الان في تونس هي استطلاعات راي. انا نحب نسال الحكومه والمسؤولين والطبقه السياسيه عموما تطلع على الاشياء الارقام هذه وتحاول تفهمها وتبني عليها بالنسبه للمرحله الجايه. ثم يقول لك حكايه فارغه وهذه معناها يشكوا في المصداقيه نتاعها وما يدركوا اهميتها الا بعد ما تقع المصيبه. خاطر في التحاليل اللي ديما نعملوها ديما نقولوا راهو جايه مخاطر عديده وراهو باش يقع انفجار اجتماعي فهمتني يقع التخفيف من ذلك او يقول لك معايا انا مش باش يقع كما ربما كان يقع مع غيري مع صاحبي. وذاك علاش انا عندنا منطق القبليه الحزبيه كل قبيله تقول لك انا لها ومعايا انا ما يقع حتى شيء. النهضة الجانده تونس جبهة شعبية تحب تدخل في العجة هذه ونتمنى لها تدخل في العجة باش تذوقش معناها مواجهة المشاكل الحقيقية متاع المجتمع التونسي. إذن بهالمنطق هذا متاع أني أنا الذي سأشكل البديل راهو منطق فاشل وما يوصل حتى شيء. كما قال لك العمل الجماعي هو واحنا العمل الجماعي قاعد ينقص على جميع المستويات وخاصه بين النخب السياسيه. خلينا نشوف الشارع سي سلاح ونستأنفوا النقاش. ايمن معتوق من الكرم حي 5 شنيدر شوفوا الاجواء. نحن مراسلين موزعين على الاحياء الشعبيه. ايمن ايمن مرحبا برهان. مرحبا بالساده المشاهدين. احنا الان موجودين في منطقه حي 5 شنيدر بالكرم المنطقه في 2011 في خروج النظام لكن امام انحراف المسار اللي فيها سرقة ونهب وحرق. اولاد الكرم اليوم يحبوا ضد كل التحركات هذه انهم كل مع كل تحرك عندهم شويه مطالب يحبوا يوصلوها. معنا بعض الشباب من الكرم باش ناخذ يعني موقفهم اللي قاعد ساير هل انهم باش يلتزموا الليله بقرار حظر التجول ام لا. معنا شاب من منطقه 5 شنيدر بالكرم يعني كان تعطينا فكره موقفكم من اللي قاعد يصير من تحركات اللي ولات فيها فما برشا عناصر يعني حتى نجموا نوصفها بالاجراميه ولات انها تستغل احتجاجات باش تسرق وتنهب وتحرق في الكرم. هذا باش يكون عنده دور باش تكون الاحتجاجات هذه كيفها في الكرم ولا والله يا اول حاجه ما عندناش نحن كونتر التكسير والتخريب والهمجيه هذه الكل. نحن عباد كيما نحكيو على العباد الكل في الكرم هذايا طالبين حقوقاتنا في الخير التهميش. حتى اللي صار وقت البارح نهار 20 راه ماهوش ولاد الكرم. عباد جات متلثمه عملوا اللي عملوا في الليل ديجا فما حد من ولاد الكرم واحد في الليل. هما ولاد الكرم صار لهم كيما صار جماعه قصرين خذوا منا 30 فرد حبوا يدخلوهم في الانتداب مباشر وما صارت منها الحكايه هذه. الموضوع جمله اللي عندنا ما يثبت لهنا اوراق اللي نحن مسار يصلح اجتماعية حالة قصوى معناتها نورمالمون تدخل هذا مباشر في الحالات الاجتماعية. الجماعة هذوما كيف كيف كيما اللي عملوا القاصرين عملوا اللي نحن نحاهم 30 فرد دخلوا عباد اخرين. نحن نحب نوصلوا ميساج اللي نحن نحبوا حقوقنا في الخدم قصوى اللي مش متثقف كنا نحبوا نخدموا. ديجا فما عباد منا راضيين باش يخدموا حتى الزبالة راضيين باش يخدموا حتى عساسة. نحاول الانتداب هذوما دخلوا عباد اخرين جاوا ولاد نقابيين جاوا ولاد كذا ضحينا برشا تشريات ما لقينا. صارت لنا كيما صاروا برشا في القاصرين شباب الكلام كله يعاني خويا معاناة قصوى. عباد ما لقاتش حتى باش تعدي عباد ما لقاتش حتى باش تاكل. خويا نحن نحب نوصلوا ميساج للمسؤولين راهو حرام عليكم تحرموا عباد وشباب طموحهم يحبوا يكونوا رواحهم يحبوا يروحوا حاجات وتجي انت خويا تنحي له هذيك. شاب اخر يعني معنا شاب اخر تقدم شويه يعني موقفكم نفس السؤال يعني موقفكم من اليوم امام التحركات الاحتجاجيه اللي انحرفت كيف باش يكون دورها اليوم؟ باش ثم تاثير منكم؟ ثم سمعنا انه ثم تنسيق بين الكرم واحياء شعبيه اخرى باش تكونوا لجان تقف صد امام كل اللي ينهب ويستغل الاحتجاجات هذه. والله احنا ضد الاحتجاجات معناتها التكسير والتخريب هذيك الكل. ديجا في الكرم ما صارش حتى حكايه من هنا واحنا ولاد الكرم
مازلنا ما احتجيناش، مازلنا ما وقفناش، ومازلنا ما طلبناش كما جهات الاخرين الكل. احنا مطالبنا واضحه بوراقنا، عندنا دليل معناتها على ان احنا قامت انتداب في النقل 30 شخص ودخل عبيد اخرين في بلايسنا، وجرينا ومشينا وحكينا وحبينا نوع حد ما مشين خاصه يسمع ولد الكرم. معناها انا اسمع ولد الكرم ماذا بيك ما تكلمش، طالب شغل ولد الكرم في اي بلاصه، ما لازمكش تحكي حكايه الكرم ما مشي. يعطيك الصحة. هذه بعض ناخذ واحد آخر فقط، نزيد واحد آخر فقط قدم بعدها. يعني شنو هي المطالب اليوم اللي تطلبها أولاد الكرم بأسلوب حضاري يعني للجهات؟ بالنسبة لنا نحن نحن ما عملنا حل آخر إعلام حاجة منظمة باش الناس كل تشوف وتعرف الموضوع الكرم شنو. انظف من نظافة خويا، نحن لا عندنا جرام لا كسرنا لا حركنا لا عملنا شيء. وقت تشوف امورنا ومازلنا نتبعوا عندنا 5 سنين من 2011 تاع وزارة النقل من العساس للوزير يعرفونا واحد واحد، عدينا معاهم 3 سنين كل يوم نمشوا لهم للصباح لليل. احنا خويا عيطنا للاعلام وعيطنا للميديا يا باش نوصلوا صوت. هو ذا الشيء اللي صار كان ليله ولا ليله راوي، واحنا ما عندنا فيه حتى دخل ولا عندنا فيها. حكايه الكردونه اللي تحرقت وكرم صاحبي، احنا راني حكيت لك احنا كي حابين نوصلوا صوتنا عيطنا مو حاجه وانظف من فصح وقريتها الوراق ما عندنا حتى شيء قسما بالله. نحن تو صابرين زوز مصحين علينا باش نخدموا، زوز وزراء نقل يشدوا وموافقين علينا باش نخدموا، وزارة الشؤون الاجتماعية موافقة علينا باش نخدموا. مين الحق ما فماش يا صاحبي، ياك تشوف التو في تحت الحيط نحن. هذا 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 يعني يعني مجمل شباب الكرم الكلمة عليك. واضح أيمن، واضح أيمن. طبعا الصوت هذه ظروف النقل على المباشر المربوطة بالكونيكسيون وكذا. تبقى يعني كيما قال سي سلاح المشكله يعني حتى اللي انت تخذ. والله هذه تجربه الكرم تجربه خارقه للعاده، الناس كل تعرف 5 شنايدر ماذا يعني، نهار 13 جانفي ونهار 14 جانفي والحي هذايا وكذا، واللي بقى حي معناها حي مواجهات وحي احتجاجات. بور اون فوا موقف مدني سلمي حضاري رفيع جدا. كانت فما قيادات وبرا، وانا نقولها وبكل وضوح ويختلفوا معها الناس، كيما عماد دغيج نبهتني خويا، عمل دعوه هادئه رصينه بوضوح، لا مجال الاحتجاجات سلميه ومدنيه شرعيه، اما المشي على اليمين وعلى اليسار والتخريب لا مجال ليه. لكن كما كان يقول لك الواحد قال لك 30 وعدونا بانتدابهم وصح، وبعد نلقاو ابناء ناس اخرين ماشيه في الحكايه هذه. شنو هي شنو هي الريعه هذايا؟ شنو هو الريعه الوظيفيه اللي قاعد يتعمل؟ هذه ظاهره جديده في الموضوع. باش نعطيك الكلمه سامحني، يعني لو انا كمسؤول لو جيت في الحكومه قدامي عينات انا باش نغير بها المعطيات تماما. عندي ناس منضبطين فهمتني وكذا في الكرم، وعندي ناس ثبت لدي بانهم يحبوا عندهم حقوق وعندهم ومن وضروري انا نتوجه لهم في القصرين. انا كناخو انا من كل معناها منطقه 30 40 شخص فهمتني وكذا، ونخلق بدايات نتاع تحول ونتاع تعامل وتفاعل. مش هذا معطى سياسي واعلامي واجتماعي مهم جدا ناخذ بعين الاعتبار؟ علاش ما يفكروش بالطريقه هذه وما يعملوش الحكومه؟ طبعا خليفه. هو اولا باش نبدا بملاحظه، لانه ثم وجه اخر ايجابي حتى للاحتجاجات وما حدث فيها، ما يلزمش زاد نحملوها اكثر مما قدمت. شفنا مواطنين عملوا احزمه لحمايه مراكز الامن ومؤسسات الدوله ومعناها الممتلكات الخاصه. ثم على كل حال ثم تحسن في التعامل مع الوضع الاحتجاجي من السلطه ومن المواطنين. السلطه لاول مره في تاريخ تونس نشوفوا ضحايا من الدوله، نشوفوا ضحايا من الامن، نشوفوا جرحى من الامن، نشوفوا من الحمايه المدنيه، شفنا اعوان ديوانه،
ولم نرى معناها ضحيه واحده من المتظاهرين بفعل الرصاص او فعل تدخل الدوله. يعني ثم الحقيقه اداء طيب ويذكر فيشكر من قبل وزاره الداخليه. شفنا الناطق الرسمي من وزاره الداخليه يعني والمسؤولين الامنيين يقول الاحتجاجات شرعيه. هذا كذلك تحسن مهم في علاقه الدوله بالمواطنين وبالمحتجين. يعني على كل حال ثم نقطه ايجابيه نشوفها، كون السلطه مارست سلوك حضاري ينم عن وعي باهميه التفاعل الايجابي مع مطالب هي مشروعه ولا تناقش. طبعا ثم في الجانب الاخر كلوش محتاجين، هذو منحرفين. ثماش واحد يطلب شغل في نصف الليل، شو ماشي يطلب في الشغل في نصف الليل ويحرق معنا املاك خاصه وغير. هذا مجموعه من المنحرفين استغلوا الظرف. نتمنى انهم يكونوا منحرفين مش باجندات اكبر من هذا، وهذا هو الخطير انه يقف في حدود منحرفين. نقولوا منحرفين وخريجي سجون كما قال السيد قبيله، حتى مش معقلوا منهم وبرتوف. وين المشكل؟ هو في الطبقه السياسيه ثم في التعامل مع الحلول من قبل السلطة نفسها. أنا نقول المشكلات هذه هي مشكلات متراكمة. مشكل العاطلين على العمل والتنمية راهو مشكل منوال تنموي عنده 50 سنة، زد عليه 5 سنوات من العطالة على مستوى التنمية. لأنه الخطير والخاطئ اللي هنا في اعتقادي أنه الطبقة السياسية كل مسؤولة، مش الحكومة فقط اليوم، ما نحملوش الحكومة أكثر مما تحتمل. كل الحكومات المتعاقبة والأحزاب السياسية جميعها اختارت التمشي بخلاف ما كان ينتظر الشعب. اختارت أنها تستثمر في الانتقال السياسي، في البناء الديمقراطي، في الجدل السياسي، في المناكفة السياسية، في الصراعات الحزبية، ولم تلتفت لهذا. في المقابل الدولة والمداخيل العامة والخاصة قاعدة في تراجع، يعني حتى عما كانت عليه قبل الثورة. يعني الاقتصاد قاعد يتراجع في النمو. أنا ما فهمش كي تقولي 620 ألف عاطل عن العمل بالمنطق الاقتصادي، نقطة نمو توفر 10,000 موطن شغل، يعني يلزمنا 60 نقطة نمو تجمع الصين واليابان والولايات المتحدة وأوروبا مجتمعة باش تحل معضلة 620 ألف عاطل عن العمل. في المقابل نحن الاقتصاد مش قاعد يتقدم أو يتعافى ويتحسن، بالعكس في ظل التهديد في المنطقة الإرهابي والتهديد في البلاد زاد الاقتصاد وخر. علاش الطبقة السياسية عليها أن لا تدخل في المجادلات السياسية والمزايدات السياسية كأنه كل طرف يعتقد أنه عنده الحل السحري وأنه بإسقاط الحكومة وتعويض هذه الحكومة ثم تحل. يعني كي تمشي لحبيب الصيد ثم حد اخر قادر يلزم يجيبوا حلول. يعني المشكل الاخر وين؟ بقي ثم اليات قبل الثوره في التعامل مع مشكلات العاطلين عن العمل زاد عطلتهم الثوره، هاو تو اضطروا الى العوده اليها من قبيل السي في بي وبنك التضامن يعني وكل هذه الاليات اللي هي في العمق اليات هشه ولكنها مؤقته في التعامل مع مشكلات ظرفيه عند المهمشين والعاطلين عن العمل. ماذا فيقتنا زاد الاحتجاجات الجديده؟ هي قضيه التصرف مع الانتدابات طيلة ال5 سنوات. يعني نقولوا دخلنا منطق جديد وثورة والشفافية، ولكن هذا مش حتى تقديراتنا نحن كمواقف ربما عندها بعد معين غير محايد نمشي فيه، ولكن هذه التقديرات الدولية تقول تونس على مستوى الشفافية على مستوى الوضوح والحوكمة الرشيدة في تراجع ما كانت عليه قبل الثورة. يعني ولا التشغيل عنده طابع متاع توريث في كثير من المؤسسات وعنده الواسطه تحكم فيه. زد على ذلك ثم حرب الاحزاب دخلت جماعتها، المنظمات دخلت جماعتها، النقابات دخلت جماعتها، وقال لك في الكرم قال لك احنا 30 نحاونا وعوضونا بناس كري. في شهر ذكرى الثوره كي نعملوا البيلون من استفاد من غنيمه الثوره؟ نلقاو الحرب القطاعية استفادت، كل واحد متمترس في وظيفته تقريبا. إذا كانت الثورة قاموا بها على العاطلين على العمل استفادوا كل تقريب زادوا في مرتباتهم وشهرياتهم، وهذه حقيقة. ولكن العاطلين على العمل ما تحسنش وزعهم، زاد في الوحدة. استفادت الحرب القطاعية في القطاعات، المحامين حاربوا على منطقهم، القضاة على منطقهم، الإعلاميين عن منطقهم، الأساتذة عن كل واحد تموقع يعني قطاعين للدفاع عن قطاعه. طبعا المهمشين المعطلين ما عندهم الصوت وحتى واحد ما يمكن يلتفت لهم بما في ذلك الاحزاب. واستفادت الطبقه السياسيه، خدمناه هو عملنا 3 رؤساء 80 وزير او اكثر، حتى عملنا قداش من نائب معناه في التاسيسي وغيره. لا وظفنا الطبقه السياسيه بالحق. لو تعمل اليوم تخرج عند امير ما هو يعرف الجو هذا وتشوف وضعيه الناس نهار 11. اي سامحني عندي اسكندر العلويني دوار هيشر اللي نشوفه معه لانه على المباشر. وبالطبيعه نحن رانا بعثنا مراسلين في المناطق هذه وان شاء الله لاباس اليوم، بات بانيك ما العباد تحب تدخلنا في الفوبيا هذه، ان شاء الله ما فما شيء. اسكندر
اسكندر. اسكندر يعني مانيش صحيح بالكدا، لكن ساصف صوره هنا في دوار هيشر بالتحديد بمستشفى الجهوي بدوار هيشر. الوضع كما نرى يعني عدد كبير من الشباب وابناء الجهه قاموا من البارح بحمايه هذه المنطقه من كل الاعتداءات المشبوهه، لكن الشباب كذلك متمسك باحقيته في التشغيل بشكل سلمي. هذه هي الشعارات اللي يقولها الشباب. معنا سيد معتمد دوار هيشر، السيد ايمن الدريدي. سيد معتمد، توصفنا الحادثه البارح في دوار هيشر، كيفاش الناس خرجت باش تحمي هالمنطقه؟ سيدي بارك الله فيكم على طلة ذي وعلى جيدية. سيدي البارح كانوا اهالي دوار هيشر كيما فهمتي عاودونا كما عودونا، معناها هم اللي دافعوا على المنطقه نتاعهم، حتى كي جاوا الغرباء معناها حبوا يعتديوا على الاملاك الخاصه والعامه وحتى على مقر نتاع سبيطار على المستشفى 55، صدوا لهم وبالرغم معناها من البطاله وبالرغم معناها من تعرفوا معناتها شو شؤون اللي هنا عايشين فيها الاجتماعيه وشو البطاله اللي هما فهمتي دافعوا على المنطقه نتاعهم وفهمتي وراو اللي شباب دوار هيشر هو شباب السلام. شكرا لك سيد معتمد. يمكن هذه شهاده من السلطه المحليه حول شباب دوار هيشر. معنا ممثل منظمه المحرومين من الشغل محمد علي. قبلك تحكي معايا على قلت لي فما ناس يعني تلوج على الفرصه هذه باش تسكر للشباب العاطل باش يتحرك بشكل سلمي. توصفنا المشهد ساعه البارح واليوم. قبل كل شيء انا نهب ساعه نقول موقف الجمعية اللي هي تساند جميع الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات في الجهات الأخرى وفي كل طرف الجمهورية. هذه منتج طبعا التحركات السلمية. التحركات السلمية، نحن نحكي ديما على التحركات السلمية ونقولوا هذايا حق كل مواطن، خاصة بعد 5 سنوات اعتبرناه من التغيير وما شفناش حتى إصلاحات جذرية. نتصور أنا اللي من حق أي مواطن باش يخرج باش يطالب بحقه. واليوم احنا صحيح ما نشوفوا كيف لهنا ذو مجموعه دوار هيشر تشوفوا فيهم توا، ما هماش معناها هم اللي خرجوا باش يكسروا ولا حاجه. احنا اللي صار البارح نعتبروه صار من ايادي نتاع جهات ما مجهوله، مي اللي ناكدوه اللي ولاد دوار هيشر ما نخرتوش في العنف وديما يدافع على حقوقهم بطريقه محترمه، وهم عندهم قدر من الوعي وعلى درجه من الوعي باش يطالبوا بحقوقهم ويطالبوا بحقوقهم بشكل سلمي ومدروس. شكرا لك محمد علي. يعني التاريخ هكا تشوفوا فيها الناس الكل هنا باش يدافع اسمع فيا اسكندر من الغرباء لكن متمسكين باحقيتهم في التشغيل بشكل سلمي. لان رساله الشباب في دوار هيشر نعم من اجل المطالب المشروعه ضد الاعتداءات وضد الانتهاكات وضد التعدي على مؤسسات الدوله. كلمه ليك يا بوريان. كانك تسمع فيا يا اسكندر بربي وعلى المباشر. ساعه الشباب هذوك الكل يلزمك تحييهم، والمعتمد بالنسبه لي بطل هذاك المعتمد بتاع دوار هيشر هذاك اللي يمثل السلطه في الظروف هذه الصعيبه وفي دوار هيشر ويقف وسط الشبيبه هذيك. ولا فما انا نتحدى اي زعيم حزب يمشي توا في اللحظه هذه ويقف وسط الشبيبه هذه في دوار هيشر، واي مسؤول في الطبقه السياسيه هذه قل له انت بطل، قل له قالوا لك انت بطل هنا واصل خدمتك وان شاء الله ربي معاك وربي مع الشباب هذوكم. بوريان النجم ناكدوا لك اللي فما التحام ما بين الشباب والسلطات المحليه، يعرفوا المشاكل المنطقه كما يعرفوا انه الحلول يعني صعب انها باش تتحل تو، لكن عندهم امل في المستقبل. واضح. نبقى معك اسكندر في اي ربط مباشره، وان شاء الله الليله ليلة خير يا ربي بعد ما كانت البارح ليلة فيها برشا للتقربيش. تونس تعديت 14 جنف في 2011 ولا باس ومازلنا نتعداو، والشعب التونسي ديما واقف لبلاده وهكريت المجتمع الكل والناس الكل ضد التكسير وضد كذا، وفما مجموعة من حرفة باش تصدوا لهم اللي يحتجوا لأنهم مطالبهم مشروع. بالضبط. باش نعلق على بعض التدخلات تاع الأخيان. بعد 14 جنف في 2011 صارت حكومة ثورة. من المفروض حكومة ثورة جات الترويكا. النتائج كارثيه على جميع المستويات الاقتصاديه الاجتماعيه الامنيه، دخلنا في عيد نحينا في الترويك. جات بعد حكومه الائتلاف الرباعي. اليوم حكومه
تجي تشوف لها تلقى ما عندها حتى علاقة بالشارع بتاعها، حتى علاقة. الحكومة اليوم هو كبيرة، وديما نعاود نقولها فما هو بين السلطة. بربي باش نسألك سؤال دقيق، خندق وانا بوجود يعني الدكاترة تبارك الله والواحد، حكومة ولا سيستام؟ أنا نحس السيستام الكل ما عندوش حتى علاقة، الحكومة هي إحدى قطاع السيستام. لا لا برهان، السيستام يمثل الحكومة. احنا شباب نعيطوا نحبوا نغنوا. لا مش بالضروره، لا لا لا، السيستم الكل مجزوه بالشعب اللي فيه معارضه وحكم كذا. جايك اسمع ونقولوا الكلام هذيا باش نطرحوا الاسئله اللي لازمها تتعالج من داخل. هاو جايك يا بوريان، لان اليوم الاشكال وين في تونس؟ في النخبه السياسيه اليوم مش عندنا في البلاد يا بوريان، حسب الدوله تقول لك 50% اقتصاد موازي، 3 ملايين نخبوا برك من جمله 8 ملايين، نتعاركوا على ربع تونس، شطر تونس الدوله ما تحكمش فيها. 50% الاقتصاد مش في يد الدوله، 50% من الناس اللي تنخبت ما مشيش تنخب، شي علاقتهم بالدولة ذوما؟ الدولة هل العرق ونهضة ونداء وشيوعي وإسلامي الكل على اشتر البلاد، اشتر البلاد الأخرى، عند فني تجار المخدرات وعند الكناطرية وعند اللي يبدلوا في العملة، وهذوما اللي يدفعوا في الصوارد ولا ويحرضوا في العباد باش يحرقوا الخطر. مستحيل شاب يحب يخدم يمشي يحرق بوتيك ولا يمشي يسرق بوتيك، مستحيل. وانا خطبت عليهم وقطتهم في مسيرات، ونعرف شباب تونس بما يعني اربعه من الناس هذوما اللي هما يحبوا يشوهوا معناتها المطلب الحقيقي. لهنا الاشكال وين بوريان؟ الطبقه السياسيه سلطه ومعارضه اليوم هم زوز بيفيات بتاع حزب حاكم وبتاع معارضه. الطبقه السياسيه اليوم هي المسؤوله على هذا الوضع. شنو النواب يصحوا مع السلطه السياسيه في البلاد هذيك على تخدم العباد؟ ايه معناتها شنو المشكله اللي ما انت مش الحزب ما يخدمش؟ خلينا نفهم المشكله. ما قال لك اللي القوائم هذيك كلها قوائم تاع ترشيح احزاب، ما هو علاقته بها؟ الانتداب يتم عبر كونكور، عبر امتحان، او عبر ديكريتير. الفقير ما عنده مو ديكريتير، شي معناتها عظام السوبه تصحح، شي علاقتهم؟ فما سلطة، السلطة كيفاش أنت تنتهي ب 78 هضومة وتخلي 28,000 خليل؟ ما هو لهنا بعد إذنك خلي باش نكمل فكرتي، ما هو لهنا يبقى كل واحد هاهم قالوا هاهم قالوا، واسمع اللي ما سمعتش وتكثر الآراء تكثر الآراء. بعد يقول لك نعمل مؤتمر سي صلاح الدين جورجي، مؤتمرة مئات الملايين تتعمل فيها الأحزاب وبرشا ناس يشربوا برشا ماء وياكلوا برشا جاتو في الحمامات وما عندهمش علاقة بالشارع وبالناس اللي تحتاج. لانه باش يصير المؤتمرات يلزم الناس اللي تحتاج يكونوا ممثلينهم مشاركين في المؤتمرات هذيك، لكن ديما عمرهم ما شاركوا. اليوم السلطه السياسيه كما قال برهان معتمد دوارهيش ومن اسخر البنات في الجمهوريه دوارهيش، معتمد بطل. انا نتحدى اي امين عن حزب او اي مسؤول سياسي يهبط لدوارهيش بالمعارض بغير معارض بالمعارض وبالثوري وبالثوري وبالثوري، لانه بالحق الناس مش معقول العباد راهي قاسي ايش طالبين، نحن مش قاعدين نضحوا من اجل بلادنا. اعطينا وضوح راي. انا كي شاب يحب يمشي يخطب وراه يقولوا له باش تخدم عام 3000، يقولها يا بنت الناس باش نعرفش عام 3000، مش سيبها في المهموته بدون امل وبدون وضوح راي. ناخذ قبل ما نمشي لك خليل، ناخذ فدوى القرمازي مراسلتنا مباشره من القصرين. فدوى. نعم برهان، مساء الخير ومساء الخير لكل مشاهدينا على قناة بسمة. طمنا على الوضع في القصرين اليوم مش عندنا. نعم برهان، هدوء تعيش على وقع مدينة القصرين لتشهد الآن خروج للشباب خمسة أيام من الاحتجاجات وحرق العجلات المطاطية مفترقة تميد أحد ملقى بأرضية الجهة. شباب خرج الآن لتنظيف الطرقات والأنهج اللي شهدت مواجهات. الحملة هذه برهان انطلقت منذ ليلة البارحة من خلال خروج المواطنين للتنظيف وحراسة المؤسسات العمومية والمنشآت الخاصة فيما يتهم من أي اعتداءات أو أعمال عنف. ونشير أنه تم تكوين لجنة لحرص الشباب على تجنب العنف وعدم القيام بأي تخريب أو سرقة أو تكسير لأي فضاء في الجهة. يعطيك الصحة، يعني خلينا نعاود يعني صورة جميلة جدا، هاي الصور يعني موجودة ويتم يعني تداولها. شباب القصرين خرج ينظف الشوارع، واقف قدام المؤسسات، يحمي في المؤسسات العامة ويحمي في المؤسسات الخاصة والأملاك. يعني هذه الصورة اللي نحبوا نقدموها، وصوت القصرين وصل والاحتجاج ينجم يعني يحافظ على طابعه المدني والسلمي بدون أن ننحرف. يعني اليوم فدوى تأكد لي حتى التوى كالصورة هذيك اللي شفناها ثلاثة أيام تاع مواجهات بين الأمن وبين الشباب، اليوم القصرين ما فماش شيء ذا.
اليوم ما فماش احتجاجات، ما فماش مواجهات، فما حمله تنظيف. التنظيف كيف الشوارع من اقل الاحتجاجات والمواجهات اللي شهدتها القصرين منذ 5 ايام. ما هي واضح، هذه القصرين ام الـ ام الـ ام الـ ام المدن نتاع الاحتجاج، وعملت هكا وما يزيد علينا حتى وباش يولي الاحتجاج في الفضاء التجاري الفلاني والفضاء يعني واضح تو. هذه اللي عنده حجره يمشي سقطها. هذه القصرين ام مدن الاحتجاج، وهاي شوفوا الصوره الحضاريه والمدنيه. هذه تونس العمق، وهذه تونس تعطي في الدرس كل شيء. بالضبط خلينا واحد ناكد على حاجه انه حتى الوثائق اللي عند نجيب ولا اللي سمعناها قبيليكا انه راهو حتى المنظمات وبعض الاسماء اللي سمعناها محسوبه على احزاب من المعارضه. طب فبالتالي انه كل شيء على الحكومه وغيره، فما لخبطه. قلنا راهي مش قضيه حكومه، اي فوالا مساله. ونقطه اخرى، نحن لهنا نحبوا نعملوا نداء نتاع صلح بين الدوله والشعب. طبعا ماناش نحن لهنا باش نتحدوا المسؤولين وباش نتحدوا الشعب وباش نزيدوا. فبالتالي في اعتقادي شخصيا انه نحن اليوم كيفاش نلقاو حلول ما بين الدوله والشعب وتصبح الدوله هذه تمثل شعبها. نحن جزء منه صحيح فما نوع من الياس عند الشباب، جزء منه يتعلق بالشباب، جزء منه يتعلق بالنخبه السياسيه، ولكن الدوله هي حاجة أخرى. هذه حاجة مهمة. الفترة اللي فاتت الكل عشنا صراع وهمي في النخبة السياسية، خلينا نكون واضحين. الإعلام لعب فيه دور، المساجد لعبت فيها دور، الأحزاب لعبت فيها دور، الناس الكل لعبت فيها دور. الصراع الهووي الإيديولوجي، ولينا نحكوا سامحوني على بول البعير وصلاة الاستسقاء. لا الأحزاب الكل دون استثناء، الأحزاب الكل دون استثناء لعبت هذا الدور. اليوم هاو نداء تونس يحكم، اليوم رئيس الجمهورية هو قاعد يتسامح. يا خليل باش نعطيك ستاتيك صغير في بلاتوات الاعلام اللي هي طول في ديار العباد وتعمل في المتركاش في الدماغات. حتى احنا تورطنا في اللعبه هذه، اما لا غالب هذيك قانون اللعبه. تعرف عدينا حوالي 60 ساعه نحكيوا على ازمه نداء تونس ولا، و45 ساعه على صلاه الجمعه في جامع اللخمي جمعه ولا وانترو طون الجماعة البطال اللي يزرق يزرق، اللي يتكيف يتكيف، الواحد من جهة أخرى. وهذه هي النخبة السياسية وين مصيبة. فبالتالي أنا نحب نقوله بران أنه نحب نأكد على أنه راهو الخمس سنين اللي عشناها فيها برشا نقائص، ولكن زاد راهو حركة النهضة وبرشا أحزاب وبرشا زعماء في البلاد أنقذوا تونس من حرب أهلية. نحن اليوم فما مشاكل حقيقية اجتماعية اقتصادية، فما مشاكل حقيقية. ولكن عندي حسام المشي في الوردية، اسمح لي خليل ديريكت. حسام شنو الوضع عندك؟ البارح خاضت شويه في البلاصه هذه، اليوم شنو الوضع؟ حسام انت على المباشر، هل تسمعني حسام؟ نواصلوا في انتظار عودة الربط المباشر. يوصلنا خليل يعني بعد فترة طويلة من حكم الترويكا وتحويل النقاش من القضايا اللي ما شفناش حتى المعارضة وقتها تحكي على القضايا هذه والإعلام. وقتها كان الصراع هو استهداف الإسلام السياسي. اليوم فما استهداف، خلينا نكونوا واضحين، زاد المسار التوافقي هذايا الحلف تقريبا هالطير بجناحين بين النهضة ونداء تونس، والبعض يستغل هذه الاحتجاجات المشروعة. حسام الجاهل الله غالب مقتطع أفكارك ما تنفصلوها أكثر. حسام وسع بالك. مرحبا بك بوريان، مرحبا بضيوفك ومرحبا بكل مشاهدي قناة نسمة. إذا كما قاعدين تشوفوا اليوم احنا الآن متواجدين في منطقة الوردية وتحديدا في مفترق طرقات ب 13 أوت. كما قاعدين تشوفوا الحركية عادية لهنا، ما ثمش حتى حاجة تجلب الانتباه. كنا حكينا مع بعض المواطنين اللي أكدوا على ضرورة استمرار المطالبة بشكل سلمي والابتعاد على كل ما من شأنه يأثر على الوضع العام في البلاد، وكما شفنا معناه في بعض المناطق من عمليات سرقة وتخريب. كذلك اتصلنا بالمركز الأمن، أكدونا البارح كانت لهنا في منطقة الوردية كانت عمليات صارت معناها بعض الاحتجاجات وحاولوا حتى الدخول إلى المنطقة إلى مركز الأمن، لكن الأمن اتصدى. اذا كما قاعدين نشوفوا احنا ما زالت ساعه وشويه على حظر التجول. الحركيه ما زالت عاديه لهنا، المترو المواطنين كلهم معناها في حركيه طبيعيه. نرجع لكم احنا في نقطه اخرى من احد المناطق الاخرى بعد قليل.
واضح حسام. طبعا احنا المراسلين موجودين، حاولنا طبعا ان تكون عندنا صوره على اهم المناطق اللي عرفت البارح تحركات، واحنا متاكدين وعندنا ثقه اليوم سي سلاح ان الامور ان شاء الله بقدر ربي باش تمشي في خير. خاطر علاش نقولوا الكلام هذايا؟ انه الحيره اليوم بدات على التوانسه كبيره. بدات على وين باش تمشي البلاد؟ شنو هو هذا المسلسل السريالي اللي لعبها فيه هذايا؟ وين باش تمشي؟ شكون ضد شكون؟ شكون مع شكون؟ والواه نحبوا على الشيء هذايا. خليل كمل فكرتك المره هذه بكل انه اليوم انا الاوان لي. انا الاوان انه النخبه تتحمل مسؤولياتها والشعب كيف كيف يتحمل مسؤوليته والاعلام وكل المؤسسات. الصراع اليوم يكون صراع برامج. نحكيه فوق الطاولة على الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وكيفاش نقدم حلول للمجتمع التونسي. اليوم القضية قضية الهوية والقضية حسمها الدستور فتناها صفحة الدين والهوية وغيره، هذا ينضج عند الشعب وبين أحضانه. وكيف كيف اليوم الشعب ينتظر من الحكومات والنخبة بمعارضها والنخبة حتى الشبابية راهو نجيب بكلنا والإعلام كيفاش نقدموا له حلول حقيقية، كيفاش اليوم نفكروا في الناس هذه ونتفاعلوا معها بشكل جدي. التنافس يكون على شكل برامج. اليوم نتجاوزوا المسألة نتاع والله حزب حاكم خليل. اي مساج حزب حاكم خليل. حزب حاكم يا نجيب تحب نعطيك الصيرورة نتاع الحزب الحاكم هذه. لا 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 مش صحيح، مش هذا ما قبل 14. اليوم نحن معناه المقولات هذه القديمه ما قبل 14 طاحت يا نجيب. اليوم الورقه اللي عندك هذا احزاب معارضه منظمه احزاب معارضه لا تخدمونا يا نجيب. تعطونا امل يعني الاتحاد العام لطلبه تونس يا نجيب، الاتحاد العام لطلبه تونس واتحاد اصحاب الشهادات سامحني يا خليل وسجلاني الهمامي ما همش ناظر يا خليل. انتم في الحكومه خرجت من الموضوع لا تخدمونا يا نجيب راهو مش صحيح. تعطونا امل وزيدوا في كل شعارات صحيح. شنو هي المشكل؟ يعني نحن اليوم في قاعدين نقودوا في عمليه مصالحه بين الشعب والدوله. يا اخي اليوم باش ظهر الشعب في الدوله انتحار جماعي. شنو مش انتحار جماعي؟ نمشيو نطيشوا روحنا كل جزء من البلديه المتوسط جزء من البلديه الشعب هي جزء جزء من البلديه. لا يلزمنا نكونوا ضد الشعب ونخرجوا نسبوا الشعب ونهينوا الشعب. لا يا سيدي نحن مع الشعب وابناء الشعب. خدموه هاكم تحكموا فيه. اليوم فما سيستيم هو كما قال قبيلك حتى برهان فما سيستيم. اليوم هذوما احزاب معارضه قاعدين يدخلوا في ابنائهم يخدموا. ما هيش عدد الحاكم رئيس الحكومه بتاع شكون بتاع يا سي نجيب؟ فما اشكاليات حقيقيه، فما نقص وفما نقد شكون الوزراء شكون الوزراء فما نقد الطبقه السياسيه وهذا اللي نحكوا عليه اليوم. يكون صراع برامج لانه حتى التحالفات اللي قاعده تصير اليوم ما هياش على اساس برامج، قاعده تصير على اساس محاصصه حزبيه وقاعده تصير على اشياء اخرى. اليوم انتم بيدكم بضغطكم اللي يولي يتوجه بسهام حقيقيه مشروعه، ما عادش يولي النقاش نقاش بيزنطي. تولي انت كي تجي تناقش في الاعلام تقول والله ايش بها الحكومه هذه، مش بعد ما تتخذ انت بيدك تطرح السؤال. نحن حاشتنا بالاعلام والمعارضه والناس اللي موجوده في الدوله الكل هي بيدها تطرح السؤال قبل ما تتخذ، مش بعد تتخذ ويجي يولي يتجه بها ويعمل بها حاجه اخرى. اليوم وثائق تحكي على حزب معارضه، اما في بالي اذا كان انا عايش في تونس مانيش عايش في بلاد اخرى. في وقت في وقت لحظه لحظه في وقت من الاوقات في وقت من الاوقات في بالي خدمنا اللي كان في الحبس واللي ما كانش في الحبس واللي عمره ما دخل الحبس. لا 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 وفي بالي صاروا الناس الكل وانا كنت وقتها بالاتحاد العام طلب تونس ويعقل نجيب شعار كمل جمله كمل جمله كمل جمله كهو. صاروا اعتصامات قدام الحكومه نتذكروهم الناس الكل كل مره تعتصموا 14 يخدموا 24 يخدموا هذا الكل. ماناش قاعدين نخدموا في الشباب التونسي بصفه عامه، قاعدين نخدموا في الشباب المسيس. مطلب وطني مطلب وطني هزته ناس من 18 اكتوبر ما يتعلقش بحزب. لا باش ما نعملوش هكا المقاربه الغالطه. هذه محاصصه قاعده تصير في خارج اطار الشفافيه. وهذاك علاش ناس مات غلطه عن اني مات يتحمل مسؤوليته يتحمل مسؤوليته طبعا كلها تتحمل تحقيق يتحمل مسؤوليتها. راني مانيش دافع على الحكومه تحمل مسؤوليتها ولكن الحكومة باش نخرجوا اليوم المعارضة باش نضحيوا على البلد هذيا وما نعملوش انتحار جماعي. هي يفتح تحقيق اخي مش كل نشكي انا فيش يفتح تحقيق وضحها في اي حاجة ما فماش شفافية فيها يفتح فيها تحقيق في المحاضرات الطاولة هذيا لا مجال الي. ما انا باش نصبر معاك مثلني انت الحكومة انت الدولة ما اقول يا ناس هي الوضوح والشفافية باهية. زادة مش معقولة تفرج زادة في قناة أخرى نايبة على القصرين ولا سيد في حزب حاكم. معناتها الحزب الأحزاب الحاكمة ولا يزولنا في شعارات هما يندوا قال لك فما بطالة. إيه أنت ماك حكمت السلطة أنت السلطة التنفيذية أنت اللي تاخذ القرارات. أنت تقول لا اليوم باش نخدموا ب 0.5 نمو باش نخدموا 0.5 خدم لنا 5000 هاو ال 5000 كيفاش نخدموهم؟ هي الشفافيه كيفاش نخدموهم؟ يا شباب اصبروا معنا شويه يا بلادنا هاوش عندنا صوارد هاوش عندنا فلوس هاو كيفاش نقسموها؟ يا جماعه قفصه هاوش يلزمكم يا جماعه هاوش كيفاش نقسموها؟ ما هو انت السلطه التنفيذيه مش نحن نحن نحبوا رئاسه الحكومه
فهم تكون شفافية مطلق. واضح دكتور. شوف دكتور بربي مش ما نقولهاش الكلمة هكا في الواحد، أنا نحب اليوم وجودك نستفاد منه في حاجة. يعني اليوم الأحياء الشعبية في نهاية الأمر يصير حادث إرهابية، تصير اندفاعات اجتماعية، ديما نرجعوا لنفس الخرافة، ومن غدوة بالطبيعة باش نرجعوا لحاجات الأخرى، باش يعني عركة زايد وعلان وفلتين واحد. يعني هذه قضية الـ 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 الأحزمة هذه الحمراء سخونة برشا، فماش مجهود صغير في الواحد؟ فماش هذوما ذاك المرة حكينا على ليزيدوكاتور، فهمتي، اللي نجموا نجيبوهم يعني يمثلوا قدوة، نحولوهم إلى أنتين خاص. يعني يا أخي ما نجموا نتعاملنا دولة استقلال اللي قامت على عقل الأمن وعقلية الأمنية، فما كان الانديكاتور هو اللي نحطوه، هو اللونتين اللي علاش ما فماش ليدوكاتور اللي خرج بالواحد يصبح مرجعيه للشبيبه. انا اليوم في بعض الاحياء راهو اللي حلت المشاكل نتاع الانفلاتات لا مخفر الشرطه على اهميه دوره، لا السلطه السياسيه الور لا والله لا يسمحها حتى حد، حلوها الناس اللي عندهم مرجعيه اللي يمثلوا مرجعيه للشبيبه هذيك. فما ناس تقف، فما فتوات احيانا يقف يقول ستوب ستوب، يقول اي هيجوا هيجوا. يعني هنا ما نجموش، انت سوسيولوج وفي مؤسسه تابعه للدوله وفي الواحد مقترحات من نوع هذية، اليات من نوع هذية ما نجموش نخمو فيها. هذاك صار في القصرين بعد صار في القصرين باش تنظف الشوارع، رموز شبابيه في الولايه رموز كذا، وهذا اليوم في فرنسا موجود، راهو موجود في اوروبا، موجود في برشا. شوف نحتاج الى حاجتين، الحاجه الاولى نحتاج الى عقل ابداعي، وهناك قصور كبير في الابداع، ونحتاج الى جراه سياسية وغير سياسية. نحتاج الإبداع والجرأة. علاش؟ لأنه من الاستقلال إلى الآن نشتغل بنفس الآليات وبنفس المنطق وبنفس الباراديغم اللي هو أن سيستام فيروي مغلق جدا، بسياسات حمائية كبيرة على جميع المستويات وبمركزية مطلقة. إذا ما نحكيش على الحلول العاجلة، ما نحكي على الحلول في المدى المتوسط والمدى البعيد. إذا باش نواصلوا بالطريقة هذه راهو متاكد انه بعد 5-6 شهور اخرين باش تعاود نفس الحكايه. اكيد انا متاكد انه باش تعاود اذا بقينا بالطريقه هذه. بدرجه اقل اكبر مش مشكل، ولكن نحتاج الى تفكيك نوعا ما بالمعنى الايجابي للكلمه هيمنه السلطه المركزيه على المحليات وعلى الجهويات. اعطيك مثال بسيط على هذا، وانا نتكلم من الداخل، يعني من داخل المنظومه، من داخل وزاره الشباب والرياضه، من داخل المرصد. باش تعمل اي حاجه في معتمديه في منطقه محليه، شنو يلزمك تعمل؟ يلزمك تعمل انت فكره تبعثها للمسؤول الجهوي في الجهة، والمسؤول الجهوي يبعثها للسيد الوزير للوزارة في السلطة المركزية. دوك السلطة المركزية لازمها توافق وتعطي التمويل ويعاود يرجع للمستوى الجهوي باش ترجع للمحلي. دوك تجي تضرب 5-6 شهور مع التعطيلات الإدارية والبيروقراطية اللي ممكن تتصور والقانونية الموجودة إلى حد الآن. دوك في الحالة هذه أول شيء في اعتقادي إبداعيا وفيه كثير من الجرأة هو إعطاء أكثر استقلالية للمناطق الجهوية، أكثر استقلالية للمحليات، لأنه بالطريقة هذه طبعا مع أنه تكون فما ديزارتيكولاسيون تمفصل ما بين ما هو مركزي وما هو جهوي وما هو محلي، أولا باش تعطي إبداع باش المسائل نتاع التشغيل هذه تكون دو بروكسيميتي، تعرف كل شيء ثم واش الناس تعرف بعضها، باش أنت ما تحتميش بالسلطة المركزية تقول عندي ديزوردر من السلطة المركزية ونطبق فيها. دونك أنت كوالي منتخب أو كمجلس جهوي منتخب أنت المسؤول الأول والأخير، وإذا دخل في العملية الانتخابية تولي أقوى العملية، لأنك أنت عندك ناخبين ومطالب بالنتيجة ومطالب يعني بالمتابعة ولا غير ذلك. دونك لابد من تغيير السيستم اللي كنت تحكي عليه انت بكري، لانه اذا باش نحاولوا نشتغلوا بالسيستم الموجود هذايا رانا ما نجمو الا ان نعيدوا الازمه والاحياء. وبالنسبه للاحياء الاسماء البرهان حاب نناقش عليه هو المشكل في المداخل. تو الدستور مثلا حل هالمعضله، ثم مجال جهوية منتخبة ومحلية ما شفنا شيء تماما، والمشكل علاش قلت لك من الاول ثم مداخل غالطة كانش تؤدي إلى هذه النتائج. كان الأجدى أنا في اعتقادي رأي انتخبت المحليات وانتخبت المجالس الجهوية والبلديات ثم نمشيو الانتخابات نتاع البرلمان والحكومة وغير، كنا نعيشوا بالمؤقت نتاع الهيئة العليا ونحن ننتخب الهياكل القاعدية باش نؤسس الفوق. احنا الطبقة السياسية هذا وانت تتحمسوا لي الكل يعني بما فينا احنا جزء شدت الفوق وقعدت غاديك كلها زربت باش تعمل انتخابات وتدخل مشهد تتموقع
حتى ممكن تو عندنا بلديات ما عندهاش قدره معنا بارنتيريم يخدم يا خليفه. حتى علاقتنا بالانتخابات البلديه تشوفها معناها مخذينا من الانتخابات البلديه الا شكون باش يربح وشكون باش يخسر. روح العمل البلدي روح العمل البلدي روح العمل المحلي والابداع المحلي ما عنده حتى علاقه. تعرف بنفس تعرف العنوان الرئيسي اللي هو المقدمه تاع تو تاع الانتخابات البلديه اللي يقول انتخابات بلديه تو تعرف شنو العنوان؟ لا الخيال الابداعي هذا اللي تحكي عليه لا ولد عم ولد عم ورا ورد بال زعما النداء والنهضه باش يعملوا قوائم مشتركه والاحزاب الاخرى تعرف تكتيكها شنو؟ ماهوش باش تعمل في الزبله في المنيه ولا الزبله في الواحد. اعطيك فكره اسمع بربي. انا لن اتحالف مع النهضه يا الاولاد انتخبوني بنفس هذا برنامج هذا برنامج بتاع انتخابات بلديه باش نتحالف مع النهضه ولا ما نتحالفش معاها؟ اعطيك فكره يا وصلوا في الواحد التمركز بالنسبه للقرار في السلطه اكثر مما قبل الثوره هو في غياب المحليات توا صاحب مشروع الا ما يهبط العاصمه هو في سفارة السويد كان كل الملفات اللي تبدا موجوده عندنا لهنا هو من الناس يجيونا الابداعيه وقت اللي يبدا عنده تجلي محلي. نعطيك اكزومبل تري سامبل اليابان. احنا شنو فكرتنا على اليابان؟ فكره انه بلد تكنولوجيا مش فقط بلد تكنولوجيا عندهم والي على فكره والي في جنوب اليابان ولايه اسمها اويتا. جاء الوالي او العقل الابداعي بتاع الوالي جاء الوالي واعطى فكره اساسيه سماها ان فيلاج ان برودوي لكل قريه منتوج او لكل مدينه او لاقليم. جاء المنطقه نتاعو اللي هي فيها عيون ماء في الجبال كيما انت حمام زريبه وجبل الوسط والحامه ولغير ذلك وعمل يعني اولا شو تربح؟ تربح انت عندك علاقه هويه ثقافيه ما بين المنتوج والناس الموجودين غاديك. واحد اثنين دونك ما نجمش نحكي على الاميناجمون اللي عملوا بطريقه غير كبيره بطريقه كبيره برشا التسويق اللي عملوا ولت المنطقه هذيك من اقوى الوجهات السياحيه في اليابان وفي العالم. انه اليابان يا صديقي انه اليابان قيق لا لا ثقة لا لا ما تعقدنيش خلينا رايدين خلينا رايدين يا برهان خلينا نكمل لا لا سي تري سامبل لانه احنا عندنا تونس الخارطه التونسيه كلها منتوج امشي وين تحب القصرين الحلفة والهندي واللي تتصوروا انت الحامه كل مناطق تونس تقريبا عندها منتوج دونك عندها هويه من خلال المنتوج. شنو اللي يمنع باش احنا محليا نتعلقوا بالمنتوج هذاك نبنيه عليه ونخرجوه من المحلية نتاعو الضعيفة هذيك ونخرجوه إلى الوطنية وإلى العالمية. ما نتصورش أنه هذا واحد لا هذا لا تعملوا لا. هذا تعملوا الدولة يعملوا القطاع الخاص يعملوا العقل الإبداعي يعملوا الجمعيات. أنت عندك منتوج عندك غاديك ومش مستغلو عندك ثروات عندك بوتنسيال اما كما سيادتك في القصرين مثلا وعندك ان بوتنسيال يعني تراثي وناتورال واللي تحب انت. اذا انت نستغلوك كبوتنسيال اما علاش ما نستغلوش البوتنسيال الناتورال الموجود غادي كيفاش؟ انا ما تمامش اليوم في البلاطو جزء من الدوله حزب حاكم ايه اقدر تصير ثوره يا نجيب هذاك علاش تحكم طاب الشيء هذا؟ يلا نجيب يلا نجيب راهو من بعد تاخذ كلمتك الاخر انت وخليل عندنا ضيوف كذا مشكورين وصلت فكرتك اليوم قلت وعبرت على البهت تبتاعك على كل شيء. خلنا نسمع سيح عقدتنا بحكاية الياباني هديك. لا لا مثال بسيط هذا من الريف الياباني لا هذا من الريف الياباني مش لا تكنولوجيا لا حد شيء. المهم تعال مع النهضة لا هو صحيح لا لا تعال مع النهضة هذا هو صحيح عندنا منتوج كيفاش تطور تو سامبلومون. انت قلت كلمة يلزمنا نفركوها ووجود سي محمد مفيد جدا لأنه الأفكار موجودة احنا منفتحين هكا ولا فكره نتاع اليابان حلوه ياسر وماهيش تبقى في كان اليابان تطبق فيها بلدان اخرى في افريقيا في افريقيا تطبق. شوف النظام اللي نقصد به المنظومه خاطر الحكومات الان تتعاقب وشنو اللي شنو اللي باش يبلعها؟ باش يبلعها النظام والمنظومه. احنا ما فركناش هالرومان هذه. انا اعطيك مثال تو هما مش قالوا في القرارات نتاع الحكومه انهم باش يوزعوا الاراضي الاشتراكيه باش راجعوا القانون قالوا لا بالمراسيم. الحمد لله انا قلت لاني عندي مده طويله نقول لهم اذا باش نقعد نطبقوا باش نتبعوا حتى نغيروا القانون نحن اتخذنا تتخذ البلاد ولذلك وكان عملنا قضيه المراسيم وحلينا المشكله هذه رانا وزعنا معناها عشرات الالاف معناها من الهكتارات فهمتني على الفلاحين الصغار وعلى العائلات راهو تغيرت مجموعه من المعطيات. اذا نحن في حاجه الى ان نعيد النظر في كيفيه استثمار معناها ما تعطينا ليه الدخول باش نعاود نرتب ونبني هذا النظام. حب نعطي ملحوظه معناها ثانيه تو نسمع في كلام يحكيوا على ثوره ثانيه يهديكم يصلح راكم نحيو القصة هذه من روسنا. الثورة الثانية ستكون الفوضى العارمة
لأن الثورة ذو تكون مش المواطنين هم اللي ينتخبوا هذوما اللي قاعدين يحكموا. دونك معناه باش ندخلوا في عملية معناها خطيرة جدا وستؤدي بنا إلى انهيار الدولة وإلى الفوضى العارمة. واضح كلمتك الأخيرة خليل، كلمتك الأخيرة نجيب، ونستقبل ضيوفي. مطالب الناس مشروعة، الاحتجاج طبعا مشروع، يكفلوا الدستور اليوم دستور الثورة، فما نقائص كثيرة يعني يلزم الدولة تتحمل مسؤوليتها فيها، التكسير والعنف وغيره هذا عمل إجرامي اليوم يلزم الدولة تتصدى له بكل صرامة في أقرب وقت، فما إشكاليات الطبقة السياسية الكل تتحملها، معارضة إعلام والنخبة في تونس الكل، أنه وقع تحريف القضايا الأساسية، أسئلة الثورة الحقيقية وقع تهميشها بمنطق إسلام سياسي وغيره، واليوم وأنا نأكد راه مازال باش يقع وضع العراقيل والعصافة الحاجة. علاش؟ النداء متحالف مع النهضة وأطراف داخل تونس وخارج تونس رافضة لهذا المسار وباش تبقى فما عراقيل، فبالتالي يا إما نحن اليوم نتحملوا مسؤوليتنا الكل ونحطوا اليد في اليد ونقولوا هاي الأسئلة الحقيقية بقطع النظر على الصفافات الإيديولوجية ونمشيوا على الجهة، وإلا رانا باش نبقاو عايشين في أبراجنا العاجية وما عندنا حتى علاقة بالشعب. برومي مشكور، شباب حركة النهضة نجيب كلمتك. الاحتجاج السلمي للدفاع عن المطالب المشروعة والتصدي لكل المخربين اللي يحبوا يشوهوا نضالات العباد والدفاع عن مطالبهم المشروعة. أنا من هذا المنبر في الختام ماذا بينا نعملوا مجلس أعلى للشباب يعطي رأيه ويتناقش فيه ويعبر ويبدع ويكون ممثلي جميع الجهات، والناس اللي ما عندهمش في الأحزاب مش في الأحزاب ما قنعهمش الأحزاب باش ينخرطوا فيها، يكون مجلس أعلى للشباب يسمعونا باش ياخذوا من باش ياخذوا المبادرات ويلقوا حلول. ويلزم السيل حبيب الصيد والحكومة السيل حبيب الصيد الخطاب السياسي يلزم يبث الأمل عند الشباب ويبث روح الوطنية، ويلزمنا نصدقوا اللي نحن والحكومة مع بعضنا مش نمليو تونس لا هي وحدها تنجم تبنيها ولا نحن وحدنا نجموا نجيب في بناها. عن الاتحاد الشباب الديمقراطي مشكور على الحضور. أمين قالوا لي عندك فيديو لوزارة الداخلية عندي ركاب صغير قبل خلينا نشوفوا الفيديو ظهر اللي حضروه الجماعة باش أنت عندك تعليق وتعطينا الركاب نتاعك ونستقبلوا ضيافنا بعد ما نودعوا سي نجيب وسي خليل. الفيديو هذه هبطتها وزارة الداخلية لها كيلك مينوت، معناتها نشوف اللي الطريقة الراقية وزارة الداخلية قاعدة تستعمل فيها في الكوميونيكاسيون، دونك هذا التعليق الوحيد بالنسبة لي أنا، اللي أو موان وزارة الداخلية طورت شوية في أساليبها في التعامل. الفيديو هبطت على فيسبوك قاعدة تتشاف ديجا، دونك سي بيان، إن شاء الله تكمل هكا في البلان دو كوميونيكاسيون نتاعها. طبعا طبعا خل في الإطار هذايا معايا سي خليفة الشيباني المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني. سي خليفة مرحبا بك. سي خليفة طمنا على الوضع، يعني تقريبا الساعة قبل سريان حظر التجول، ايش عندنا الوضع سي خليفة؟ سي برهان نطمنوا المواطنين الكل في مختلف الولايات وخاصة في التضامن أن الحالة عادية، ما عدا أنه ثم حكاية ساعة التالي بعض المتجمهرين والمحتاجين حبوا يتحركوا، إلا أن التواجد الأمني المكثف لوحدات الحرس الوطني اللي هي في الحقيقة متواجدة من البارح أنا حال دون حدوث أي شيء، نجم نطمنوا المواطنين أن الحالة شبه عادية معنا. أي به كان تعطينا حصيلة على أحداث البارح سي خليفة، يعني الرواية الأمنية في وراء التفاصيل اللي عرفتها المناطق هذه من الاحتجاجات، التوانسة تحب تعرف يعني شنو اللي حصل بالضبط على الأقل من وجهة نظر أمنية، شكون هم شادين شي حاجات، شنو اللي حصل بالضبط؟ والله تفضل سي خليفة نسمع فيك. سي برهان مثلا أنا ننطلق من التضامن، أنا مش نحكي على أحداث أمنية أي. التفسير بعد والتحاليل والاستنتاجات للمشاهد وله من الذكاء الكثير باش يستنتج واحد. أيوة احنا في التضامن البارح اللي صار هي مجموعات متاع منحرفين تسرق ملثمة بالسيوفة وبالسكاكين
وفيها حتى اللي في حالة سكر ومش في حالة عادية معنا. ناس جاية تسرق، لأنه ما أعتقدش بالمنطق أنه إنسان باش يحتاج سلميا جاي متلثم وهز فيدو صوت ساتور، وانتو ما كانت لكم فرصة باش صورتوا في برهان والصورة أبلغ بيان معنا. هذا في المنطقة الأولى. احنا باش نرجعوا لحاجة سي برهان، راهو الاحتجاجات السلمية ومشكلة البطالة مثلا مش عائلة تونسية بما فيها عائلتنا احنا، ما فيهاش يكون بطال معنا. احنا نختلفوا في الطريقة معنا. الناس كلها راهي من حقها تونس عاملة ثورة باش تتحرك وباش تطبق القانون وباش تنطبق للدستور. الناس هذه قاعدة تعمل. انا باش نحكي على الامور اللي ما عندهاش علاقة بالتحركات هذه، لانه كما قال سي خليفة ساعة انا كنت نسمع فيكم شوية، لأول مرة راهي تصير في تاريخ تونس ان الوحدات الأمنية هي اللي تضر والمواطن ما يضرش. اما نقلة نوعية في في أكيد. طريقة التعامل معنا هذه الساعة نسجلوها تم حرفية تامة. احنا عندنا اكثر من 48 عون بين شرطة وبين حرس اللي هما مضروبين، وعندنا برشا وسائل حرق، لكن هذا يدل انه ثم تطور وان ماشيين ساعيين نحو تحقيق الامن الجمهوري هذا اللي انك تحترم فيه تحقق المعادلة بين حماية الممتلكات العامة والخاصة وبين انك تحترم حقوق العباد. المظاهر اللي مخلة بالأمن وما عندهاش علاقة بالتحركات هذه السلمية واللي هي هما منها براء الناس هذوما، لأن الناس تتحرك الكل عندها مستويات أخلاقية وعلمية تحصنها من التصرفات هذه. معناها اللي يهب معناها يفركس على خدمة هو إنسان بالضرورة ما يسرقش، لأنه إنسان يفركس على الطريق بتاع استرزاق بطريقة أخلاقية وبتاع تربي. الناس اللي تحرق في مراكز الأمن يا سيدي، قبل نحكي وثم منظومة بن علي وبوليس وبوليس سياسي وقمع، توفي شكون يحاربه؟ جاي المركز حرس يحرق فيه ولا مركز شرطة ولا ديوانة ولا سارح سيارة متاع حماية يحرق فيها لشنو؟ ولا ديوانة ولا ديوانة وإلا أي بلاصة وإلا أي مرفق عام، نحكي المرافق العام كلها متاع الشعب التونسي يا سي برهان، ولا مرفق عام ولا قباضة وإلا بريد وإلا مستشفى. هذه الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية سي برهان، أنا نعطيك مثال، هل يمكن أنه إنسان يتحرك في تحرك سلمي محضر مئات زجاجة حارقة في سوق لحد؟ هذا في سوق لحد سي خليفة، في سوق لحد سي برهان، ونمشي معك الأكثر من هذا، شعارات تحكي على طاغوت وعلى إقامة الخلافة. تحكي على الطاغوت وإقامة الخلافة وتكبير العباد. نزيد نمشي معك هذا، احنا انسحبنا خطر نسمع في بلاتوات علاش انسحبت، ثم معادلة انت ما خير تنسحب لي، ان روح الناس وحقهم في الحياة مقدم على كل شيء. المركز تو نبنيوه ولو انه في سوق لحد. هو سي برهان راهو الاهالي والناس بالعرايض للسيد وزير الداخلية عندنا شر التالي كان محروق باش رجعوه، لان العباد تعرف ايش معناها باش يتعامل مع مؤسسة أمنية، رجعناها عند شر حرق. الناس هذه اللي ترفع في شعارات متاع تكفير ومتاع طاغوت، ايش هي باش نقولوا عليها؟ انا قريت في جريدة الصريحة ولام خاطر كانوا نقولوها احنا مصادر امنيه، تو نوليو كذا ومن يدري وعقليه المؤامره. هذا يا سي محمد الخضراوي رئيس جمعيه تنمويه في القصرين يشوف في دي ماكس تفرق بالفلوس، مش كلام قلناه احنا لا سي خليفه. لا خليني من التصريحات الاعلاميه، هذه نقطه مهمه. مش كلام قلتوه انتم، لكن انتم تعرفوه ولا تاكدوه؟ تقاريركم الامنيه تاكد وجود سيارات مشبوهه؟ لا سي خليفه بوضوح، راي مهمه المعلومه هذه. هل تؤكدون كمصدر امني مسؤول انه فيه سيارات رصدت وتوزع في الفلوس؟ رينا سيارات مشبوهه الدور، اما بشريتها انا في اللحظه هذيك يعطي في الفلوس ما ريتوش. اما تم سيارات يا سي برهان، خلنا نفهموا في حاجة. احنا رصدنا سيارات في القصرين بدون ترقيم منجي مدور على ناس ملثمين وتعطي فيه وتتصل بهم. هذا يرينا اليوم ثم سيارة تابعة لحزب معين معترف به الدور وتخرج في مناشير في القصرين، لان رجعت الهدوء والناس ريتوها كيفاش تنظف، والشعب التونسي راه صورته الحقيقيه ديك مش رميا في الورود. لا بربي يا سي خليفه، انا راني الحاسه الاعلاميه ما نخليكش تتعدى. قلت لي فما سياره تابعه الحزب معترف به الدور في القصرين، انا باش نسالك بوضوح شكون هو الحزب المعترف به؟ لا لا انا ما نجيبش نقول لك فيه، ما نجيب سمي، انا سياسي معلش. انت تعرف هذا جزء من تقريرك الامني، لا 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 لا، واعتقد انك تعرف سي برهان من غير ما نقول لك. لا والله هكا فهمت كيفاش ولا هون ديرنيرمون سايب سيكونس، هو ديرنيرمون سايب سيكونس اللي دعا فيها للي تعرفوا انت كله كذا من غير ما ندخل في التفاصيل هذه. داكوردو ومعروف تعرفوا انت، متاكد انك تعرفوا سي برهان. انا عندي هكا باش نوليو للواحد بالقماره شكون باهي هاو قالوا لي في البلاتو شكون اللي يعرف وباش يقول. لا تفضل باهي. اي هذايا فيه بعد نتاع تحريض على العباد. اكيد انت سي برهان هذه كلها مؤشرات تخليك تعمل ركوب مو تفهم المواضيع هذه كل. انت وقت اللي جيت تو انا نقول لك البارح تم اقتحام المستودع الجهوي المخزن بتاع الديوانة في القروان. احنا اليوم وحدات الحرس الوطني نشدوا 5 سيارات شاحنات معبية بالسلعة المسروقة، فيها 10 من الناس سرقي شديناهم اليوم. توا ساعتين التالي ثم مزرعة بتاع مستثمر سعودي موجودة في ولاية القروان
ماشيين لها بتاع تربيه عجول، ماشيين لها ناس باش يسرقوها، دخلت وحدات الحرس الوطني وتم فضها. ثم شاحنه هز حفاظات الاطفال عرفوا لها منحرفين في بوحجله، زاد كيف كيف دخلت وحدات الحرس الوطني. هذا تصرف انحرافي. التحركات السلميه بريئه منه لانها فيها جانب حضاري وتدل على مدنيه المواطن التونسي. الناس هذوما حبوا يدخلوا على الخط باش يدخلونا في كذا، ولان الدوله مستهدفه اليوم. وما نحبش نقدم القدام لاني اعتقد سي بوران انك تعرف انت البقيه وكهوما. انا نحكي كان على احداث امنيه، ما نحكيش على الامور الاخرى ما تهمنيش. نعمل ربط ما بيناتها. الاستنتاج ظهر لي يكون واضح معنا، وديما اعول على الذكاء التونسيين. اكيد. وانا عندي قناعه انه الشعب التونسي راه متقدم في الذكاء نتاعو ساعات على برشا. سي خليفه رسالتك انت باسم الاداره العامه للحرس الوطني بطبيعه قواتنا الامنيه بمختلف الاسلاك قائمه بواجبها واكثر، تحية كبار وإجلال، لأنهم هما الآن الجران الوحيد اللي قاعد لاستقرار البلاد وليتواصل يعني الأمل في البلاد هذه في علاقة باستقرارها ومستقبلها. اليوم ما نخفيش عليك لتات بانيك، التوانسة ما مش فاهمين، الأمن ماسك مسيطر على الوضع على الأرض. صحيح احنا نفرحوا كي تقول لي أنه الانسحابات هذاك راهو اختيار من القيادة الأمنية واختيار مدروس ودقيق باش نخرجوا من باش نخرجوا من الأسوأ. يعطيكم الصحة في هذا. تو نحاولوا نفسروا لنا الأخيين الأمنيين الحاضرين معنا الآن في البلاتو. اليوم سي خليفة اش تقولوا للتوانسة؟ التوانسة اللي باش يروحوا ديارهم للأسف الثمانية، نحن حابين في المطاعم، الناس تستأنف حياتها، المحلات التجارية تخدم، وتونس تكون بالفعل تونس حياة، لكن رغم ذلك نضحي والناس كل مش هذه المشكلة، فقط الطمأنينة. سي خليفة اش تقول للتوانسة من جانب الطمأنة؟ أنا سي برهان كيف نشوف نسمع أنا فيك. سي برهان كيف نشوف وعندي معلومات جين أمنية أن المواطنين التوانسة واقفين مع شعب التونسي، واقفين من أجل الأمن، لأنه الأمن مش وظيفة، الأمن مسؤولية أمنية كان عند قوات الأمن الداخل. الأمن في سفينة واحدة، أنا ديما نأكدها ونكرر عليها. أنا اللي نقول أن قوات الأمن بمختلف أسلاكها والجيش الوطني واقفين، وتونس لا بأس، عادات مطبات أكثر من هذه. هذا امتحان آخر نخرجوا منه كان أقوياء، والدولة التونسية ستبقى، لأنه في اعتقادي أنا أكثر من احتجاجات الناس اللي داخل على الخط، ثم مشروع ديمقراطي في تونس، وثم انتقال، ثم برشا يغيظهم أنه ينجح. أكيد. ولكنه سينجح. احنا تعدينا في فترات أكثر في 2011 و2012 والمؤسسة الأمنية ما زالت ما تعافاتش وكانت واقفة. خلي تو أنا اللي نأكد عليهم نقول أنه يتوانسة تونس ستبقى واقفة، وحفظ الله تونس وكو. الله عليك يا سي خليفة، وحفظ الله تونس. وسي سلاح راهو تحس فما طور حج نبيرة ولا غالب. احنا انا واحد من الناس شخصيا ممحون في حكايه ونعرفهم، راهي فرونس 24 راهو فما لعب. يعني انا كي نشوف تقرير الخاص في قناه معناها في الشرق، خلينا نسمي في العربيه، كي العاده كالخريطه اللي انا نشم الريحه من وراك الخريطه اللي تبدا توري لك هذيك مشتعله، قصرين مشتعله، تيله مشتعله، المهديه مشتعله، درشنيه مشتعله، فما طرح مخصصين النص ساعه وساعه غير ربع، وهالبلاد اللي وين ماشيه والدنيا والكذا والامل المفقود والبلاد ماشيه، فما طرح سي علي، فما طرح قاعد يتلعب يعني لهنا، والبلاد هذه مستهدفه. ما نقولوا صحيح احتجاجات شرعيه، صحيح كذا، اما تحس اللعبه هذه الاقليميه واللعبه الدوليه زاده هابطه بكلكلها على بلادنا ولا سي سلاح؟ ودي ثم اراده عند اطراف كبرى معروفه انه تجربه الانتقال الديمقراطي في تونس يجب ان تجهض، خاطر لما توصل تونس تولي بلاد مستقره وناس عايشين بديمقراطيه ومترفهين ايش معناها؟ ما معناها هما غلطين، معناها بتقع المقارنه بطبيعه الحال. ولذلك هذا قلناه، بقى شنو ديما نقولوا ما نتسرعوش في الاتهامات لما تكون عندنا الادله. انا حقيقه حبيت نتسرع فقط في حمايه انفسنا. ايوه صحيح، تحسين انفسنا ما الاختراقات الاقليميه هذه هما الحكايات هذاك الاولويه. وذاك علاش نحب نعطي زوج ملاحظات في هذا السياق. اولا بالفعل نحب نحيي الامن التونسي بكل وحدته. علاش؟ رصاصه واحده ما تضربتش الحمد لله، وان شاء الله ما تتضربش. لان النضج الذي ابداه الامنيون في مواجهه هذه الاحتجاجات الحقيقه، انا البارح شوف في فيديو قاعد يتوزع وكذا، معناها في القصرين يقول لهم راكم اولادنا برا روحوا باش يرقدوا، ماضي ساعتين نتاع الليل، خلينا نتلهوا بامور اخرى. ثم امنيين في فرنسا ولا في امريكا يقولوا بربي شوف امريكا عملوا في كاليفورنيا بربي على كل بعد مقتل، مش مقتل، ايقاف المواطن الاسود غديك في الواحد، شوف شو حصل. ونحب نزيد نواصل اكثر، شو نقول الامنيين تلقاو انفسهم قدام اربعه تحديات ومخاطر. ثم المحتجين، وسمعت انا مسؤول امين يقول لهم هذو من حقهم باش يحتجوا بامور قانونيه وبامور سلميه كما في السبوت كما في أيوة. هذا هذا ثم ناس اخرين لصوص وسراق يدخلوا في كل معناها معمعه باش ينتفوا اكثر ما يمكن.
وثم ناس مهربين الآن داخلين في مواجهة مع السلطة، خاطر السلطة قاعدة تضيق عليهم، وهذا يجب يعرفوه المواطنين. وثم المجموعات الإرهابية اللي بتبيع الحال كل ما تقوم القيامة في بقعة إلا هم يحاولوا بشي يستثمرها بشي يمروا. كيفاش الأمني ينجم يقسم روحه أولا بشي يواجه، وكيفاش ما يزموا ثم ثلاثة يضربهم بقوة لأن مثله خطر حقيقي على الأمن، والشباب اللي هو قاعد يحتج على هذا كيفاش يحميه؟ خدمة دقيقة، عملية دقيقة وصعيبة، وذلك عش حبيت نحي الملاحظة الثانية إذا ما تراش معنا. حبيت نقول بأنه الآن شوفنا من خلال أنتم الآن هل اللي وزعتوهم ويعطيكم الصحة، هذا يراه مهم بالنسبة للإعلام، خاطر أنا في رأيي ثم طرف من الإعلام والإعلاميين أجوا هذه الأوضاع. لا احنا أنا قلتها من اليوم، احنا راهو اليوم بلاتو اليوم ماهوش محايد، راهو لا يقول لي محايد، لا يقول لي يفتح المجال قدام الناس الكل باش يتكلموا. لا علاش نقول اليوم فما بلاد في اللعبة، فماش حياد مع أيوة. البلاد على خاطر نحن في لحظة من اللحظات نبداو نتابعوا في الأمور ونحلوها، لكن في لحظة يولي مصالح العليا نتاع البلاد مهدده وامن المواطنين مهدد، واضح يولي ما عادش كل الاخر. قبل ما ناخذ سي محمد اللغاب باش نستودعوك باش يدخل سي بن غربيه توا، كلمتك الاخرى. كلمتي الاخرى هو ربما نحتاج الى ثلاث مؤتمرات حتى بطريقه، مؤتمر وطني للابداع، أي. مؤتمر وطني للجراه، مؤتمر وطني لتجديد الخطاب السياسي والنخبة السياسية، اللي هي ما تحتاجش لمؤتمرات للمات جرأة إبداع وتجديد طبقة سياسية. مشكور سياسية. محمد جويلي المدير عام المرصد الوطني للشباب، نستقبل سيمادي بغربية، لكن انترطان اخو مراسلنا في القروان التجاني بوديدح، والبارح بعض مناطق في القروان عرفت تحركات عنيفة. تجاني شنو الو تجاني مرحبا بك، تجاني الوضع عندك شنو اليوم؟ مرحبا بك برهان، ومرحبا بضيوفك، ومرحبا بكافة المشاهدين. للأسف برهان كما تعرف التحركات الاحتجاجية في القروان البارحة أخذت منعرج كثير وخرجت عن إطارها، وقعت عمال نهب وسرقة كما شفتوا الصور اللي كنتوا تعديوا فيها. شارع الرياضة، شارع القيرواني اليوم مندد بالعمل هذية واستنكرها، وقال اللي حصل المعطيات المتوفرة كان وراها ناس جايين من خارج القروان أغلبهم ملثمين جايين في شاحنات خفيفة، الشعار متاعهم كان السرقة والنهب. اليوم فما وعي المواطنين، فما حاليا الهدوء، الامن والجيش ناخذ الاحتياطات اللازمه، مسيطر على الوضع حاليا. فما دوريات متنقله، كنت متجول في شوارع مدينه القروان، فما دوريات متنقله تبعث في رسائل تمن المواطنين، وان شاء الله برهان القادم افضل، وان شاء الله تكون البارح اللي صار البارح في الليل ما يتكررش. برك تجاني اليوم زاد من بين ابرز العناوين العنف لدولتها وسائل الاعلام قضيه القباضه الماليه في بوحجله، ظهر لي دخلوا عليها بالسواطر وكذا، وعندك زاد المقر بتاع المستودع التابع للديوان، هاو نشوفوا ديجا في الصور نتاعو. والله كانت محاولة فاشلة هي بالنسبة للمستودع البلدي. أيوة. كانت محاولة فاشلة. أيوة. تصدى لها الأمن بارك الله فيه، تصدى اليوم في الوقت المناسب. وبالنسبة للقبادة نتاع نصر الله نتاع بوحجلة، وقع إيقاف عدد من الأشخاص وحبوا الاستيلاء على كمية من الدخان ونشحوا في الاستيلاء على كمية من الدخان، لكن جاء الجيش في الوقت المناسب زاد وسيطر توا الوضع في بوحجلة تحت السيطرة إن شاء الله. يعني تجاني أنت تأكد لنا توا القروان ولاية بالمعتمديات بتاعها الحمد لله ما فما حد شيء توا ساعة قبل انطلاق حظر التجول هكا؟ نأكد إن شاء الله كما قلت لك القادم نفضل، وإن شاء الله الناس الواعي بركة، الناس ما تخليش غيرها تخرج، خاصة لاحظنا البارح اللي خرجوا في الشوارع أغلبهم شباب أقل من 18 سنة. هنا الدعوة للآباء باش صغارهم ما يسيبوهمش، يتحملوا جدا شوية مسؤولية مع الأمن ومع الجيش. واضح تيجاني، نبقاو بطبيعة الاتصال مفتوح كلما حل طارق، وإن شاء الله ما يحل حتى طارق، يا ربي كان الخير. أيمن معتوق من قلب العاصمة محطة تونس البحرية، أيمن بك برهان. مرحبا بالسادة المشاهدين، احنا امام محطة تونس البحرية اللي اغلقت ابوابها يعني تقريبا من 6:30 لهنا، كان ثم عدد كبير من المواطنين اللي ما لقاوش فاش يروحوا باعتبار انه قالوا لهم ما عادش فما ترانات توصل الى الضاحية يعني الى الكرتاج. المواطنين كانوا عبروا على غضبهم يعني من انه من تسكير يعني مشكور يعني ظهر لي فما الواحد بربي على الطاير، يعني شكون خذاها القرار هذا تاع نسكر المحطه 6:30؟ بربي فهموني شكون المسؤول يا خليفه في الحكايه هذه تاع
العباد تحب تروح لديارها، يعني شنو نعملوا ليتات بانيك بالسيف هكا بالحماقه من النوع هذيا؟ نحطوا عباد في الشارع من وقت نحطوا من 6:30 تو كوفر في يبدا 8، ال 6:30 تسكر محطه، والله والله شيء يهبل. يعني نحس وكأن ومن بعد العباد تبدا تخمم في الكومبلو من داخل الواحد، ما 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 شكون اللي سكرها هذه محطه تونس البحريه 6:30؟ يا سيدي بربي جاوبونا يا مسؤولين، يا اللي مسؤولين على العباد وحاله العباد، العباد تتجمع بالمئات باش تروح لديارها يسكروها 6:30، انا شطبنا وروحنا. تجي ايام الناس تروح الضاحيه الشماليه، تجي ايام والدنيا والله شيء يهبل وما عندهم حتى حل اخر. وتعرف وتعرف المعلومه توا في الواحد، المواطنين مروحين في سيارات الوحدات الامنيه. سيدي مشكوره الوحدات الامنيه اللي عاودوا، يا وزاره النقل يا المسؤول على محطه تونس البحريه، علاش وقفت المتروات يهديك من 6:30؟ تو معقول انت بعقلك يا اخي ظرف دقيق وحساس؟ شيء يهبل والله شيء يهبل. سي علي زرمديني مرحبا بك. سي ابراهيم مرحبا بك. عايش خيرين. نرحب بطبيعه بسي رويس. نسيم الرويسي. سي نسيم الرويسي عضو المكتب التنفيذي لنقابه موظفي الاداره العامه الوحدات التدخل، مرحبا بك سي نسيم. يقولوا لي ايمن سامحوا لي بطبيعه سي مهدي بن غربيه، مرحبا بك. تسمع اخبار مهدي الله غالب مخك ايمن معايا رجع مازال موجود؟ اعطيني ايمن. يا ايمن يسمع فيا هو، تسمعني ايمن؟ أيمن أيمن على المباشر. أي نسمع فيك. أي يحكي لي كيفاه سكرت المحطة كيفاه من 6:30 مالا؟ صوت اي معك معك برهان. كنا نسمع فيك، نسمع فيك برهان، نسمع فيك برهان. كنا حكينا على الجانب السلبي يعني في تسكير محطة تجي برهان. كنا حكينا على نسمع فيك برهان، كنا حكينا على الجانب السلبي قبل ما تقص نظرا لظروف المباشرة، ثم جانب ايجابي كبير هو انه كانت من 6:30 سكرت المحطة والمواطنين كانوا لهنا غاضبين، لكن ثم جانب إيجابي برهان أنه يعني المواطنين الكل أصحاب السيارات جاءوا لهنا، اللي ماشي للكرم يهز معاه 3-4 من الناس، شفنا زاد السيارات الأمن. يعني صراحة مشهد كله تضامن، كله مشهد جميل جدا. سيارات الأمن جات باش تنقل المواطنين إلى ديارهم، أيضا التاكسيات كلهم جاءوا لهنا من اللي سمعوا أنه محطة TGM سكرت، جاءوا ينقلوا المواطنين تقريبا لهنا. الساحة كانت معبية بالمواطنين، يعني اللي ما لقاوش فاش يروحوا وتغششوا وغضبوا، لكن هاك تشوف بعد نص ساعة تقريبا الناس كلها روحت، الناس كلها باعتبار مشاهد التضامن اللي شفناها والناس اللي قررت انها توصل لعباد اللي ما لقاتش فاش تروح. هذا تقريبا المشهد اللي صار في TGM، لكن اسباب غلق يعني المحطة تونس البحرية مازلنا ما نعرفوهاش. برهان الكلمة ليك. مشكور أيمن، ونبقاو على اتصال إن شاء الله من موقع آخر في حي من الأحياء العاصمة مع بطبيعة مراسلين في مختلف الجهات. كما قلت نرحب سي علي زرمديني، نرحب سي نسيم الرويسي، ونرحب بسي مهدي بن غربية. سي علي باش ندخل طول بيك في الموضوع. وقت اللي سي خليفة الشيباني يحكي يقول فما سيارة لحزب معترف به توزع اليوم في مناشير تحريضية والحرس الوطني قيمها باعتبارها تحريضية، وقال أنا نتحفظ، أنت قلت لي لا تو نقول. لا نقول ما ثماش مش عندك. أولا نحب نترحم على كل من سقط من الضحايا في الأمس القريب والأمس البعيد، ونضم صوتي إلى صوت سي صلاح ونقول تحية لرجالات الأمن إطارات وأعوان على صبرهم على تجلدهم على تحملهم أعباء ماش أعباءهم هي في الأصل. الناس هذية كانوا ضد أنفسهم وضد القانون، يعني رجال الأمن عليه ضد أنفسهم وضد القانون، لأنه القانون عدد 4 لسنة 69 يعطيهم صلاحية أثناء التمركز لحماية نقاط حساسة القيام برد الفعل بما يقتضيه الأمر. وهذا مش قانون تونسي فقط، أنا أقول لك أني عندي الوثيقة الأممية قدامي حول المبادئ الأساسية الواجب على رجل الأمن اعتمادها، والتي أقرها المؤتمر الثامن لمنع الجريمة وحماية المدنيين في لافانا، المنعقد في لافانا في 7
9/1990 واللي صادقت عليه الجمعية الأممية بتاريخ 4/12/1990. رغم كل هذه القوانين الوضعية الدولية إلا أنه إطارات الأمن ورجالات الأمن بمختلف اختصاصاتهم تجلدوا بصبر أيوب وواجهوا الأحداث بمنطلق إنساني وطني يشكرون عليه. اليوم الشيء الواضح على الخريطة الميدانية وأن هنالك أطراف تفاعلت مع حدث انطلق شرعيا رغم أن البلاد في حال طوارئ وبما يقتضيه الأمر المتعلق بالطوارئ، ولكن الدولة أو السلطة تركت الموضوع على حاله على اعتبار وأن هنالك مشروعية. المشروعية هذه انقلبت لدى البعض، حتى أقول لدى البعض لأني أنزه من انطلق بالمشروع، لأنه اللي انطلق بالمشروع عنده من الوعي السياسي والثقافي والتعليمي اللي يخليه يدافع على مصالحه بسلمية متناهية. واضح. الأطراف الأخرى اللي دخلت واللي ذكرها سي صلاح ولا أعيدها، الأربع أطراف هذه التقت كل بأجندته، التقت المجموعة كاملة في هذا الإطار باش كل حد يستغل الظرف بما تقتضيه مصلحته الذاتية أو ما يعبر عنه، وأضعها بين علامات التنصيص بغريمة الحرب أو بمافيا الحرب التي تستغل الظروف. هذه مثلتها بعض الأحزاب السياسية. من بين الأحزاب السياسية والقراءة لمن يستمع، من برز على صفحته بالفيسبوك ويدعو وهو الناطق الرسمي لهذا الحزب المعترف به سياسيا وله إيديولوجيا دينية ويدعو إلى دولة الخلافة وقيام دولة الخلافة اليوم والدولة تواجه مشاكل معينة ويدعو إلى إسقاط الحكومة وتعويضها بدولة الخلافة، اليوم نفس هذا اللغو ونفس هذه الألفاظ تتناقل هذه السيارة البارتنير البيضاء والتي تجوب أحواز القصرين وتوزع هذا المنشور بهذه الكيفية. إلى جانب هذا هنالك سيارة سوداء وسيارة أخرى بيج والأمن يعرفها جيدا التي تتولى توزيع الأموال والتي تتولى كذلك بشهادات من المواطنين، هذه مش بشهادات أمنية لكن مواطنين ثقات اللي هم متقاعدين من الأمن، متقاعدين من القضاء، متقاعدين من أطراف وأسلاك إدارية أخرى، أنهم ينبهوا إلى حرابش الهلوسة. هذا الإطار العام الذي تدور حوله الأحداث وهذه الأطراف كيف تستغل الموقف. في كل الحالات الروايات هذه خاطر فما شكون اللي باش يضحك عليها غادي يقول لك تستعملوا في نفس مصطلحات 2011 ملثمين وحرابش هلوسة وكذا ودرا شنو، لكن الثابت شيء وحيد يا سي علي الزرمديني. اي نعم ثابت شيء وحيد انه فما مشهد دراماتيكي تعدى مرور الكرام على التوانسة. وانت بديت تحكي على اللوائح الخاصة بالتصرف الأمن وش يعطيهم المجتمع الدولي من صلاحيات. اي نعم اما الناس ما تعرفش في ليلتين التالي في الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين فما مشهد عارة حقيقية وتعدى في المهموتة أنه سيارة الأمن تنسحب مش متواجهش الاحتجاجات تتقلب يقعد فيها عون الأمن سفيان البوسليمي 22 سنة مجروح يكركروه من تحت السيارة ويضربوه بالحجر حتى لين يموت. هذه التوانسة يزم يعرفوها في 20 سنة يزم يعرفوها راهو يا سي برهان 24 سنة يعني راهو المشهد ما كانش مشهد عادي، كان مشهد وكأنه الحرب الأهلية في رواندا بين توتسي وهوتو. راهو مجروح، احنا حتى في الحروب في اللوائح الدولية الجريح لا تطلق عليه النار مشكل في اللوائح انتفاع على الأمبيلانس فيه منطق رجلة فيه منطق كذا. عون أمن اللي هو الشهيد سفيان البوسليمي قتل في هذه الظروف يا توانسة راهو مش تعرفوا وين وصلنا في ظل صمت وفي ظل مزاده فما دعوات بتاع بيت نهبتوا نعملوا مش مشكله وبعد يروح يعمل الكويس نتاعو في الدار ويبدا شيخ ويخسر عليك ببليكاسيون في الفيسبوك. سي برهان خليني نوصل لك بربي 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 خلينا نذكروا العباد هاو التقرير هاو التقرير بالماسه سوق لحد يكسر فيه هاو ريبورتاج الخاص بالشهيد باش نكمل لك ريبورتاج الخاص بالشهيد خلي يشوفوه الناس وتشوفوا التوانسة ونرجعوا للنقاش.
وسط أجواء من الحزن والتأثر شيعة البارح منطقة السواني من معتمدية جندوبة الشمالية ابنها حافظ الأمن سفيان البوسليمي البالغ من عمر 26 سنة اللي استشهد نهار الأربعاء الفارط خلال احتجاجات اللي عرفتها معتمدية فريانة من ولاية القصرين على إثر انقلاب السيارة الأمنية واللي تعرضت بدورها لاعتداءات من قبل المحتجين. أولادنا مشت ولادنا فلت خلينا حتى لحن الموت وعلاش قاعدين رانا عايشين محروقين الخطوة بعد غداء ليه واش دم ليه يتخذف ولاده ليه ولادي ليه سفينة خلانا كلمني فيها نهار الاربعاء قبل ما يخرج بعد لي 21 تصويره تصوره هو وتصور اصحابه قال لي سنه هذا من كل تصور اصحابي كاني هو حيس اليوم اصحابه مش يجون هنا للدار لنا. عائله الفقيد طالبت السلطات بالكشف عن قتله ابنها وفتح تحقيق في اسباب وفاه سفيان واكدوا بان همهم الوحيد هو تتبع الجونات. ضرب لي خويا نحب يوقف قدام العداله أخويا عمره 26 سنة مش 30 مش 35 مش أخويا صغير. الوضعية الاجتماعية لعائلة سفيان كانت حديث أهالي وجيران الفقيد. أمهم تنحي في القذوم تأثر فيه وباش تقومك العائلة وكان شوف يديك باش مجرحة وشوف رجليها شيء يرثي لها وقت الفحم تنحي الفحم وجيت بالمردوم وطبيعها وقت زقوق تنحي زقوق وجيت تحرق وناء وطبيعها وباش تعيش راهم في حال ارثها. وبالعوده لادوار الحادثه فانه سفيان وزملائه كانوا في دوريه تابعه لمنطقه الامن بمدينه فريانه متجهين نحو المركز البريد لحمايته من السرقه وعند وصول الدوريه قامت مجموعات برشق السياره بالزجاجات الحارقه ما ادى لاستشهاد حافظ الامن. سفيان البوسليمي غادر اليوم الحياه ولكنه ترك رساله لزملائه مفادها ان استشهد في سبيل الواجب وخدمه للمواطن والوطن. شفتوا التصويره ما بالطبيعه نتاع الدار الشهيده شفتوا المسبح وشفتوا الاجواء وشفتوا الكونفور وكذا وقالوا زاد اخواته كلهم بورسيين برا وامورهم ريقله وكذا وهذه هي حاله انا سورتو العباد اللي تحرضوا ما تخسر حتى شيء وبنكه في ديارها انا هذا اللي هبني. نسيم انتم كنتوا وفد يعني على نقابه موظفي لدار العمل وحدات التدخل غديكه الوضع من خلال حالة يعني شنو المعنويات ساعة السلك شنو سي برهان أول كلمة باش نقولها نقول بالله اتقوا الله في هذا الوطن. بعد باش نقول شهيد سي سفيان الله يرحمه هو العائل الوحيد نتاع أسرته هو عون أمن دخل بعد الثورة تونسي كتوانسة الكل يخدم على روحه الحالة المؤسفة واللي معناها ما نجموش نصفوها اللي تقول معناها إنسان وقت اللي صارت الحادثة عملية القتل متاعه عملية شنيعة تفصيل بربي خلي العباد تفهم عملية ما تشرفش التوانسة هي. وأنا متأكد اللي صارت في فريانة وما تشرفش جماعة ما تشرفش أهلنا في فريانة لا طبعا أهلنا في فريانة جاءوا للمركز وعبروا على تضامنهم مع الواحد باش نعرج عليه في الأخر باش نقول معناها اللي باش نعرج عليه أما لكن الطريقة اللي مات بها اللي كونه الإنسان كي يبدأ في أنه باش يتسعف ولا إنسان في حالة حرجة ولا إنسان تعرض للحادث ولا المفروض أيا كان أنه يسعف قبل ما ننساو الخلافات المفروض احنا حتى نتعلمنا حتى العدو نتاعك في حاله انك تسعف في اسير الحرب ما تقتلوش تقلبت به الكهرباء وقت اللي هو واحد تحت الكهرباء زملائي معناه يمنعوا فيه والناس تضرب بالحجر والزجاجات الحارقه وغيره معناه فما حجره جاتوا على راسه اللي هي اثرت بسيفه كبيره وكان فما دم معناه يجري من راسه وتنقلوا به زملائه بسرعه معناه على اساس في اتجاه المستشفى في الطريق توفى. هذه الحادثه راهي ما تشرفش أهالي طبعا بطبيعة ما هوش أهالي فريانة نعرف اللي هما وقفوا مع الأمن وجاءوا وقفوا مع المركز ومتضامنين مع الشهيد وما تشرفش معناها التوانسة الكل هذه احنا راه وصلنا للدرجة اللي باش نوصلوا للدرجة معناها ننتقموا انتقام هذه حادثة متاع انتقام. الحاجة الأخرى اللي روى عون الأمن هو ولد الشعب وخارج من الأحياء الفقيرة والأحياء الشعبية وروى عون الأمن اللي في القصرين اللي جابه في الاحتجاجات هو في حد ذاته يستنى كيفكم في التنمية متاع البلاد باش مرته نهارت اللي تولد تلقى سبيطار وباش مرته باش يلقى الكياس وغيره معناها هو بيدو حاجته بالتنمية لكن العون الأمن تحية كبيرة برشا وما نجموش نوصفوا معناها الناس الصبر طاقة الصبر وضبط النفس اللي الناس تعرضت له والضغط النفسي اللي تعرض له عون الأمن في مجابهة فما أحداث اللي كان يحكي فيها سي سلاح هي أول حاجة مسيرة التظاهرات السلمية
اللي تتحول فيما بعد معناها بالانديساس نتاع بعض اطراف تتحول الى شغب. في نفس الوقت فما الانديساس خاصة من المهربين، الناس اللي تلقى الفرصة معناها الاستغلال، الأمنيين في الجانب انهم لاهين بالمظاهرات وكف الشغب، انهم الارهابيين باش يستغلوا حدودنا على اساس انهم باش يدخلوا معناها الممنوعات. الحاجه الاخرى فما الارهابيين اللي تربصوا ببلادنا، والارهابي نعرفوه اللي يعيش كان في مناخ فيه الفوضى، ما يعيش في مناخ سليم فيه مؤسسات فيه دوله فيه قانون، فيه ما يعيش كان في الفوضى. الارهابي يستغل زاد اللحظات هذوما، وتحيه لزملائنا في البنقردان من الحرس الوطني اللي احبطوا عمليه فيها في 5 سيارات معناها رباعيه الدفع، وفيها سلاح كلاشنكوف الى جانب معناها سلع ممنوعه اخرى، والى جانب عديد العمليات الاخرى اللي احبطوها على الزملاء. لان نحب نقول المؤسسه الامنيه معناها اخذت الدرس، وراو الشيء اللي صار لنا هذا هو بيدو راو تكرر صار لنا في الثوره، لكن احنا رانا اخذين الدرس في اتجاه ان نكونوا امن جمهوري محايد. فما سي الزرمديني قال على اساس انه راو تنازلوا على حقوقهم، احنا ما حبيناش انه باش كيما يصير ديما باش يمسحوا فينا ايديهم على اساس احنا سبب الفتنه وسبب غيره. كانوا الامنيين الكل معناها مالكين انفسهم ضابطين النفس، حبوا يسيروا الاحتجاجات في نفس الوقت فرقوا، وهذه تدل على الحرفيه والمهنيه نتاعهم، والناس اللي وصلت لمستوى عالي على مستوى امن جمهوري بالحق محايد بعيد على كل التجاذبات السياسيه، انه يوصل لي فرق بين التظاهر السلمي والشغب وبين الارهاب. واضح سي نسيم، كلمه من عندك سي مهدي قبل ما نمشي للاخبار، وباش نستأنفوا احنا نقاش بعد الاخبار، وفما كلمه رئيس الجمهوريه باش نحاولوا نفهموا الامور. مهدي، يعني انت لهنا ما نعرفش من صدفتك الحسنه والسيئه ممثل لطبقه سياسيه كامله، العباد ما عادش تفرق في المشهد السياسي بين من هو في الحكم ومن هو في المعارضه، انتم يقولوا عليكم جماعه المجلس، جماعه الحكومه، جماعه الاحزاب، جماعه كذا. حانش الوقت اللي هكا ما يكون بامتاعكم هكا تقولوا العباد راهو فما هذه فيها اخطانا، هذا ما اخطاناش. مهدي يعني العباد شافتكم اشهر كامله، خذيتوا فرصتكم، تنصبتوا ك ك ك كاسياد للسيستم الجديد، ما قدمتوا لهم حتى شيء، يقولوا لكم كذا، معناها الناس الكل راهو في الجانب هذا بما فيهم الامنيين هذوما راهو اللي مثلا يحسوا بغيظ كبير ومراره وقت اللي يتعدى المشروع اللي الخاص بتوفير الضمانات اللطف نتاع امني مثلا كيما الشهيد سفيان البوسليمي شهريته باش تتقص يعني في القوانين هذايا، فهمت؟ اضافه للناس البطاله نتاع القصرين نتاع فلان نتاع مختلف الجهات. مهدي سؤالك في اكثر من دقيقه كم؟ لا 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 بتعطي انت الاشاره صغيره وبعد باش نمشي للاخبار والتفصيل اكثر بعد الاخبار. لا خلينا نكونوا واضحين. اول حاجه نترحم على الشهيد البوسليمي والشهيد اليحيوي كذلك اللي مات وهو يحتاج. خلينا قبل نحكيوا على الطبقه السياسيه خلينا نوضحوا امور. اليوم الاحتجاج السلمي للطلب التنميه والتشغيل هو معناها مضمون دستوري وهو حق للتوانسه. ولذلك نقولوا للمحتجين في القصرين وفي غير القصرين هو حق انهم يحتجوا ويطلبوا حقهم في التنميه. كذلك دور الامن اللي قاعد يقوم بدور كبير هو حمايه المحتجين هذوما وحماية كذلك الممتلكات العامة والخاصة وحماية نفسه من الاعتداءات. والأمن قاعد يمارس في ضبط نفس كبير واضح، ونعتقد أنه اليوم لكل الأيامات السابقة من الأمن بالحق تحية شكر وإعجاب بالخطر، حتى كي حتى ما تكون ما يتحرك سلمي راهو قدامك 3000 طبعا تعرف وهما يعيطوا وهما يسيحوا وساعات واحد منهم يضرب حجرة وأنت قاعد واحيانا وراك ولايه واحيانا اتخاذ قرارات انه نخليه الناس تدخل الولايه. طبعا فهمتني باش من تفاداو الصدام. كذلك فما محتاجين دخلوا الولايات وما قاموا بحتى عبث بها، ما نعتقدوا انه راهو التوانسه فما ناس درجه هذا حاجه هذا حاجه فما حاجه اخرى تو مهدي يلا غالب حاجه اخرى باش خليها لي بعد الاخبار. مرحبا اوكي تبقاو معنا بعد النشره هذه اللي جاتكم في الوقت غير المعتاد، لكن بالاحداث وبانتظار كلمه رئيس الجمهوريه بعد وبالنقاش اللي باش يتمر بعد اخترنا التوقيت هذا. الو الو نعم مرحبا. شيخ راشد الغنوشي احنا على الهواء مباشرة راهو الهاتف. الو نعم شيخ راشد مرحبا، هل تسمعني؟ اي نعم. الرجاء ظهر لي عندك تلفزيون بجنبك يعني اذا كان ممكن. دقيقة تفضل. هل تسمعني شيخ راشد الغنوشي؟ دقيق. تفضل.
الو. اي نعم. الشيخ راشد طبعا رئيس الجمهوريه الباجي قايد سبسي كان يتكلم الان ويوجه في كلمه للشعب التونسي. الو. لا اسمعك جيدا. هل تسمعني الان؟ هل الصوت يصل بشكل جيد؟ اي نعم الان يصلني الصوت. نعم الشيخ راشد، يعني كنا نستمع الى كلمه رئيس الجمهوريه الباجي قايد سبسي الموجهه للتونسيين. طبعا في الحقيقه مواقف الاحزاب الى الان غير عاليه الصوت، خلينا نقول واضحه عموما، لكن صوتها ماهوش عالي. راشد الغنوشي اليوم اذا كان يتوجه للتونسيين بكلمه في وسط الموقف الصعب اللي تمر به البلاد، شو يقول لهم راشد الغنوشي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استمعت منذ قليل الى خطاب رئيس الباجي قايد سبسي، قدرت عاليا نفسه الإيجابي الواثق من شعبه والواثق من الدولة والمتفائل بمستقبل ثورتنا. نحن نقدر عاليا وصمود الثورة والدولة والحكومة، وندعو الشعب التونسي، ندعو إخواننا في كل أرجاء البلاد، في سيدي بوزيد قيد الثورة وفي قصرين وقود الثورة وفي المناطق، مناطق مال ومناطق الجنوب والوسط والعاصمة. نحن نتوجه إليهم بأن يثقوا في ثورتهم وفي دولتهم وفي جيشهم وشرطتهم، وأن يثقوا في أن هذه الثورة متواصلة، وأن ما حصل هو جانب منه يعبر عن حاجات حقيقية، أن هنالك بطالة وأن هنالك فقر حقيقي، ونحن متألمون لذلك وعاملون على استدراكه. هذا الوضع أتاح الفرصة لقوى متربصة أن تصطاد كما يقال في الماء العكر، أن تصب النار على الزيت، أن تدفع الأمور نحو العنف. العنف مدان، العنف مش العنف داء ماهوش دواء. كل الشباب التونسي توجه له بهذا الخطاب أن يثق في المستقبل، ما يسكرش البيبان على نفسه. تونس حاملة بآفاق وتطلعات عالية نحو التقدم، نحتاج لأن نسد باب العنف. العنف راه ما يحلش المشاكل. إذا حرقنا مركز شرطة، إذا حرقنا مركز ولاية ولا معتمدية ولا حرقنا مصنع، ماناش باش، هذا مش باش يوفر لنا الشغل، مش باش يوفر لنا العيش الكريم، لانه غد باش ناكل السياره اللي حرقناها باش نشوف سياره اخرى، والمركز اللي حرقناه باش نعاودوا نبنوه، معناها باش نزيدوا الطين بله. ولذلك شباب تونس، لشباب الثوره اللي عندهم غيره على الثوره، كما عملتوا ثوره سلميه، نحن عملنا انتقال ديمقراطي سلس مطلوب الان باش نعملوا تنميه، نوفروا الشغل. ولكن هذا ما يجيش بين عشيه وضحاها، وانما ياتي بالصبر، ياتي بالتضامن الوطني. نتوجه من جهه اخرى للحكومه كما كان يقول السيد الرئيس، ان تعطي مزيد من الاولويه العنايه والاهتمام والجهد لتوفير مواطن الشغل. بربي سي راشد الغنوشي، واضح يعني خطابك، لكن نحب ندخل معك في شوية أسئلة سياسية مفصلية. اليوم في السياسة، وأنت على رأس يعني إحدى معناها أهم الحركات السياسية في البلاد اللي تمثل جزء من التحالف الحاكم، هناك دعوات مثلا سمعناها حتى من الرئيس السابق، ولو أنه وضح فيها كما يعني تبين من خلال بلاغه التوضيحي، حديث على دعوة لانتخابات مبكرة، عن دعوة لحل البرلمان،
عن دعوة لتغيير حكومي جذري، تغيير حكومة حبيب الصيد بحكومة جديدة بتاع إنقاذ وطني. موقف حركة النهضة من الدعوات هذه اليوم إضافة للحظة الاجتماعية، فما لحظة سياسية في مفترق طرق. حركة النهضة موقفها أولا من الدعوة لقضية حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، موقفها من تغيير حكومة السيد الحبيب الصيد، موقفها في علاقة بالمسألة السياسية ومدى ثقتها في تحالفها الحاكم هذايا اللي قاعد يسند في حكومة السيد الحبيب الصيد. حكومة السيد الحبيب الصيد ماهيش حكومة مثالية، واللي قبلها ماهيش حكومة مثالية، قبلها ست حكومات ما كانتش مثالية، واللي بعدها ماهيش باش تكون مثالية، ولذلك ما يلزمش نعلقوا امال هكاك انه موقيل هكذا، انه اذا ذهبت الترويكا توا تنحل المشاكل. مشات الترويكا وما انحلتش المشاكل، ثم مشاكل حقيقيه لازم نواجهوها. اما هذا بدل وغير، ماناش على شاطئ البحر نبني قصورا اليوم نهدمها غدا. الحكومه هذه ما مرش عليها سنه او حوالي سنه، وانتخابات ما كم مره على الانتخابات. هذه البلاد تحتاج للاستقرار، تحتاج للهدوء. هذوما الناس اللي يحكموا الان ما همش ملائكه، ولكن حتى حد ما ثبت عليهم انهم سرقوا او خانوا، ما ثبت عليهم حتى حد. اعطيهم الفرصه. الحكومات اللي قبل ما اعطيناهاش الفرصه. نعطيهم الفرصه للحكومه هذه. اما هذا مجرد واحد يحك راسه يقول بدل الحكومه، اعمل انتخابات وماشيين. واضح. لا أحد قال بأنه الانتخابات زائفة، لا أحد قال بأنه الحكومة هذه سرقت ونهبت. الحكومة هذه مكونة من ناس ما همش مثاليين، ولكنهم أكفاء كما جزء من النخبة التونسية. أعطيهم فرصة عونهم. حتى الآن، وهذا كلام موجه للناس الكل، يلزم نواجه البطالة، ولكن لا أحد عنده حل سحري اليوم قادر باش يخدم 700,000 عاطل عن العمل. ثم حتى حد عنده القدره على هذا. خلينا نكون موضوعيين، ولذلك ينبغي ان نتجه الى الحلول العمليه، اننا نواجه هذه البطاله ولكن بالتدريج، ونواجهها بالاقبال عن العمل للعمل وبالمبادرات الحره واقامه المشاريع الكبرى. وهذا ما ادعو الحكومه اليه، وادعو رجال الاعمال انهم يستثمروا في المناطق الداخليه. ولكن نقول للشباب ايضا، شباب سيدي بوزيد وشباب نفطه وشباب التجروين وشباب تطاوين وكل الشباب، اقول لهم حتى حد ما عنده حل سحري، والحكومه ما تجيش تشغل الناس كل، ولكن لازمنا جميعا نبادر، لازم المبادره الحره. ونقول لهم ثم مستثمرين، تونس الان تعتبر نموذج في العالم، والعالم يحب يعاوننا، ولكن وقت اللي يشوف بلادنا تحترق ومراكز الشرطه والجيش تحترق والمصانع معطله محترقه، شكون بيجي يستثمر عنا؟ لا في الداخل ولا في الخارج. حتى شويه المستثمرين التوانسه معناها تو يفروا يمشيون للبلاد الاخرى، ورجل الاعمال سهل العالم الكل ينتظر فيه يستقبله. واضح. لذلك نقول باش نستثمر لازم نوفر مناخ الاستثمار، نوفر مناخ الهدوء، نبادر وكل واحد منا يبادر، والدولة لازمها تعطي عناية أكبر للتشغيل وتقيم مشاريع كبرى وتشجع وتعطي قروض. تعطي ثم قروض معطلة، الإدارة متاعنا معطلة، تحرك الإدارة، ثم قروض كثيرة داخلية أو خارجية معطلة بسبب عطالة الإدارة، لازم الإدارة تتحرك. واضح واضح. وتعطي قروض للناس ونقسموا ولا نقسم، هذه نعطيه للشباب أراضي. ليش هذه أراضي الاشتراكية وأراضي الدولة؟ واضح. حيث أن حلول كثيرة. واضح واضح أستاذ. وأن آفاق كثيرة. نعم المهم نعم. نجنبوا الحلول اليائسة، حلول الانتحار والمحرق وما إلى ذلك، هذه كلها حلول انتحارية. وكذلك أمسح وأعاود من جديد، معناها ما زلنا كي كملنا الانتخابات أمسح وأعاود من جديد. واضح أستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، شكرا جزيلا على الاتصال.
نرجع المهدي جاوبني على مشكلة السياسة وأيضا على هالأسئلة السياسية المطروحة اليوم. اليوم فما أصوات متاع روبلوت انتخابات جديدة مبكرة نمشيو في حل البرلمان، بناء على قراءة أنه فما أزمة، فما مأزق سياسي اليوم في أداء يعني في التشكيلة في التركيبة في علاقة الأحزاب بالحكومة، فما بلوكاج. يقول لك أنا باش نصرح البلوكاج، حكومة فشلت تشبيه وتحت سقف الدستور نمشي الانتخابات مبكرة. شنو رأيك؟ قبل نحكيو على هذا نحب نتفاهموا على حاجة. نجموا نقضوا الحكومة، نقضوا المجلس، طلبوا بانتخابات مبكرة، هذا كل جرى في الديمقراطيات، نتحتصموا، نحتاجوا نخرج من مسار السلمية. أبقى اليوم خلينا نوضحوا حاجة ومفيد أنا نقولها، أنا قلتها الثلاثة أيام اللي فاتوا. الاعتداء على مول الأملاك العامة والخاص، حرق وسرقة وتكسير، هذا مش اسمه احتجاج، هذا اسمه إجرام. واللي يكسر ويسرق ما يسماش ثائر ولا محتج، يتسمى سارق. واللي شعل النار يتسمى حرق امتلك الغير ولابد ان يحق. والناس اللي تخرج في الليل وفي النهار تحب تعرق المراكز وتحب تحرق القباضات وتسرقها وتحب تاخذ المخازن التجاريه وتسرقها وتوقف الناس في الشارع وتاخذ عليهم فلوس، هذوما يتسموا سراق ومجرمه ولابد انهم يضحك. ما فماش ثورة جديدة في البلاد، ثورة مشروع كامل لتغيير بنية نظام، النظام اللي موجود اليوم باهي ولا خايب، عاجبنا ولا كارهينه، باهين السياسيين ولا عندهم عم عندهم ما يعملوا. النظام هذايا هو نتيجة ثورة قبل 5 سنين، هو نتيجة انتخابات عندها عام. واليوم لو نقوموا بانتخابات أخرى ممكن يكون مشروع، أم هل عندنا معناها قناعة أن نتائجها ستكون مختلفة كثيرا على الانتخابات السابقة؟ هذا مسألة لابد تكون واضحة ولابد أن يتم حولها، كما نقول الوحدة الوطنية والصماء وكذا، لابد أنه موقف الجميع، كل الأطراف السياسية، كل المنظمات الوطنية، والأكيد موقفها تقريبا كله واضح، يكون واضح في المسألة هذه. ما نجموش نجي ونقولوا ليه رأوا في التحركات الكل يجراوا تجاوزات، أي تجاوزات في التحركات لما يدز الأمن واحد يضرب حجرة، مش التحركات معناها أننا نعملوا دو كريم أورغانيزي ونعملوا دو بانتيتيزم. هذا قاعد يتم من عند جزء من جزء من الشباب التونسي اللي ملك فما جزء منه ما هوش ما عندوش مطالب تاع تشغيل، ما هوش أصحاب الشهيد، مازال يقرأ. صحيح لابد أنه نتسائل ونحلوا باب حوار سياسي واجتماعي وفكري، علاش عنا جزء من التوانسة جزء من شبابنا دوب ما يحس يتحالة فوضى يهبط يسرق ويكسر وواحد، وإلا كيف كيف جزء من الشباب هذا يمشي يحارب مع داعش، هذا نناقشوا فيه. مي أونتروتو الناس هذه خارج على القانون ومجرمة ولابد أن تتحاسب ولابد العباد كله يكون موقفها واضح نحو هذايا. واليوم نحب نقول لك شيء قاله رئيس الجمهورية، الدولة قوية، تونس قوية، وهذا يقولوا للتوانسة ما تخافوش على دولتكم، فماش حاجة باش تطيح. تونس دولة قوية عليه على خاطر فما أمن جمهوري خذا درس ويبني في البلاد هذه، ماهوش يسيب مراكز ويروح، على خاطر فما جيش يحمي في المدن ويحمي في الحدود ويقف في إرهابيين عنده 5 سنين وماهوش يسلم فيها الدولة، على خاطر فما إدارة ورجال أعمال ونقابات ومنظمات وطنية تبني في الدولة هذه وماهيش تسيب. وقتها خرجت خاطر العباد الكل قالت نظام بن علي أنهك البلاد هذه، لابد يتغير وتغير. اليوم مش باش يتغير النظام هذايا، الاحتجاج السلمي والمطالب المشروعه اللي السياسيين خيبوا امال الناس اللي انتخبوها نحكيوا فيها، وكل 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 التحركات السلميه راهو مشروعه من الاحتجاج والمظاهره حتى العصيان المدني السلمي كله نجم نحكيوا فيه، اما لابد يكون موقفنا واضح. ونعتقد انه حتى المحتجين وحتى المعتصمين والمعطين على العمل مواقفهم لابد ان تكون واضحه نحو الشيء هذا. وكانت واضحه، وكانت واضحه، وهذا نشكروا اليوم. واحنا اليوم نقول حاجه اخرى، معناها نقول احنا اليوم مثلا في بنزرت معناها نسيج الجمعيات الكل اتلم ومعه النواب والاحزاب السياسيه والمنظمات الوطنيه، وقررنا ان نعملوا لجان مواطنه تحمي الاحياء بالتنسيق مع السلطه الجهويه وتضع نفسها تحت ذمه الامن باش تعاون حزب البلاد. ان شاء الله ما تضطرولهاش فقط نقول حاجه، لو توانسه ما تخافوش على بلادكم. طبعا بلادنا وقدرة ربي نرجع النموذج هذايا اللي نبنيو فيه على 5 سنين مشيت واصل، لابد نصلحوا فيه حاجات. اما راهو من يعتقد انه باش يهدم
هذايا عن طريق الشباب الصغير اللي قاعد يخرج خاطر يأس ولا يخرج خاطر في جزء من حلف ولا يخرج خاطر فما ناس تدس فيه. انا مش مصدوم. نرجع للمساله السياسيه. واضح. لا لا دقيقه يا ابراهيم. ترجع لي عندي ديريكت عندي خوله بن قياس من برشلونه باش تعطينا شنو هو الاجواء في وسط العاصمه. اي مش من برشلونه شنو عم بيها برشلونه خوله. مرحبا بكم. احنا تويكا تقريبا في محطة برشلونة للحافلات والمتروات. شلل تام موجود هوني في المحطة. أول ما جينا لقينا المحطة فارغة في بناء العباد كل روحت وكان النقل متوفر، لكن تفاجئنا أنه فما يعني تقريبا انعدام وجود المتروات والحافلات. العباد قاعدة تروح على ساقيها وقاعدة معناها تروح في تاكسيات، هذا إذا كان ساعات تلقى تاكسيات. برشا مواطنين موجودين الآن على مستوى محطة برشلونة يحكيوا ويحاولوا يحكيوا مع شكون في الجيشي أنهم كيفاش باش يروحوا، ما فماش متروات وما فماش كيران. للاسف ما يلقاوش اجابات لازمه وكافيه، ديما يقولوا لهم هتو غدوه وزاره النقل تهبط لكم التوقيت الجديد للحافلات والمتروات. العباد هوني واقفين، فما نساء كبار، فما شباب، فما نساء مع صغارها، فما برشا عباد مسافرين بالفريجات نتاعهم ما يعرفوش كيفاش باش يروحوا، ما يعرفوش كيفاش يروحوا على ساقيهم ولا كيفاش الوسيله اللي باش يروحوا فيهم. شفنا انه فما تواجد امني على مستوى شارع محمد الخامس، على مستوى شارع الحبيب بورقيبه، بعض الدوريات قاعده تدور في المفترقات موجودة لهنا، لكن مازال الوضع خاصة النقل للمواطنين مازال غير موجود وغير كافي. بعد قديش يتعدى مترو ولا يتعدى كار وساعات معناها ما يقفش يتعدى يكمل في طويل. موجودين بعض المواطنين هوني في محطة برشلونة ما يعرفوش شنو مصيرهم كيفاش باش يروحوا، نظرا لانه مع حظر التجول اللي تم اعلانه اليوم الناس كل قاعده تزرب قاعده تروح. اللي قاعد يكلم في صاحبه واللي قاعد يكلم في شكون في تاع يزرب يروح معاه، لكن بعض المواطنين حكينا معاهم قالوا علاش حظر التجول؟ حظر التجول ما يخدمش المواطن البسيط اللي ما عندوش غير وسيله النقل العمومي اللي يروح فيها الكار صفراء والا المترو. فما ناس ديجا لقيناهم مازالوا يخدموا معناها مازالوا يلموا في النصب نتاعهم ومروحين. هذا الوضع اللي لقيناه في محطة برشلونة، كما نعاود نقول شلل تام موجود في محطة برشلونة، الناس مازالت ما روحتش تستنى في وسيلة النقل اللي باش تقلهم ولا الإجابات اللازمة بخصوص كيفاش باش يروحوا. باهي قبل ما ناخذ الإجابات اللازمة خاطر يقولوا لي معايا سي محمد الشملي المكلف بالاتصال في شركة نقل تونس اسكندر العلواني من دوار هيشر، خلينا نشوفوا الوضع غاديك في المنطقة بين دوار هيشر والتضامن وحي الانطلاقة. اسكندر اسكندر ده اللي ما دع انفك يا اسكندر وتكلم. لهنا الصوره مختلفه على دوار هيشر، الدور منذ تقريبا الساعه مواجهات بين قوات الامن من شرطه وحرس وبعض الشباب اللي عمد الى وضع الحجاره واغلاق الطريق واضرام النار في العجلات، والامن بدوره يقوم بالتصدي لهذه المجموعات بالغاز المسيل للدموع. اللي نجم نقوله برهان انه عدد من المتظاهرين هذوما غاضبين او محتاجين على عمليه ايقاف بعض زملائهم اللي تم ايقافها البارحه اثر العمليه للسطو والنهب والسرقه اللي عملوها، وعددهم قرابه 17 وهما كذلك من اصحاب السوابق العدليه. 17 هذوما هم من مجموع 2500 شخص شاركوا في عمليه النهب والسطو البارح. المكان هنا في النقرة حي التضامن، الأمن منتشر بكثافة وعازم على تطبيق القانون وفرض النظام وحظر التجوال اللي انطلق منذ الثامنة ليلا، لكن عدد كبير زاد من المواطنين اللي للأسف النقل يعني توقف قادمين من مكان العمل نتاعهم على ساقهم في اتجاه المنيهلة. الأمن زاد قام بإيقاف كل عمل الطريق، يعني إيقاف السيارات اللي ماشية طريق المنيهلة جيون بنزرت تفاديا لعدم تكسير ممتلكات من السيارات والتهشيم، خاصة أن الدور الآن مواجهات بين الأمن. اللي نجم نأكده لك ليلة البارح لن تعاد هنا في حي التضامن، لأن الأمن متمركز وجاهز بكل جدية لوضع وفرض النظام هنا في حي التضامن. هذه هي تقريبا الصورة. كذلك طائرة الهليكوبتر منذ ساعة وهي تحوم بحي التضامن، رائحة الغاز المسيل للدموع تحيط بالمكان. هذه هي تقريبا الصورة برهان هنا في حي التضامن مباشرة من النقرة.
طبعا اسكندر خذيناه ومسكين هو يعاني من الغازات بتاع الغاز المسيل للدموع هذاك عليه شادد الخشمه. ما خلينا نشوف توا سي محمد الشملي المشكله بتاع النقل. سي محمد مرحبا. شكرا على الفرصه هذه باش نعقب على تدخل سيادتك. هو في الحقيقه الظرف كان فجئي على الناس الكل، وصحيح اللي دفع ثمن هو في نهايه الامر المواطن اللي ما عنده حتى ذنب في الكل، لكن هذه ظروف ولازمنا نتعاملوا معها كما هي. حاولنا احنا خاطر احنا بانفسنا سمعنا بالقرار بتاع حظر التجوال كما الناس الكل. وقتاش؟ وقتاش سمعتوا به؟ من نص نهار ونص يا سي محمد راه. ايه لكن ثم أرسنال كامل راهو يلزم يتحرك خاطر عندنا قرابة 5000 عون، ثم برمجة، ثم دورة عمل يلزم ذاك الكل. موبيليزاسيون توتال صار في مستوى إدارات الاستغلال باش تم برمجة السفرات الأخيرة نتاع كافة شبكات النقل اللي تابع الشركة، وكيف كيف زاد برمجة السفرات الصباحية الأولى. سامحني يا سي محمد بربي على المقاطعة، يعني الشيء الواضح معناه واعذرني وإن شاء الله تكون صدرك رحب لملاحظاتنا، يعني اللي تم برمجته أنكم سكرتوا المحطة من 6:30 هذه البرمجة اللي تمت معناها في بالي. هي استجابة لتدخلك ولطلبات المواطنين زدنا سفرة أخرى، لكن سي برهان إذا تقرأ حسابك زاد اللي بشوف المرسى بعد معناها دخول وقت حظر التجول زاد مش معقول باش نوصلوه بعد الوقت بعد 8. دونك هذاك علاش احنا نقراو حساب السفره اللي باش ترجع هي نفسها اللي باش ترجع لتونس ترجع 8 غير ربع، وبتدخل زاد طبعا بتدخل سيادتك بتدخل من السيد وزير النقل والاداره العامه شركه النقل التونس تم اضافه للسفره، وكيف كيف العديد من الاعوان مشكورين قبلوا باش يقضيوا نتاعهم في المستودعات من اجل تامين زاد السفرات الاخيره. بربي بربي يا سي محمد، يا سي محمد كذلك السفرات الاولى باش من غدوه ابتداء سي محمد. سي محمد سامحني سي محمد وكالعاده الراهن على رحابه صدرك، راهو كان قرينا كما يقول لي سي نسيم توا بيان وزاره الداخليه كان واضح راهو حظر التجول يستثني الناس اللي تخدم بالليل، يستثني الحالات الخاصة، يستثني هذوما الناس اللي تخدم بالليل والحالات الخاصة. يا اخي ومش تروح، مش تروح على ساقيها معقولة؟ شنو هي المشكلة اللي بقى اللي بقى بعد 8 نورمالمون عندنا في الظروف الكل حتى اللي صارت الحالات السابقة اعوان شركة النقل بتونس ما يتمتعوش بالاستثناء هذا. علاش؟ هما يشتغلوا سيفيل معناها دونك حتى احنا سيفيل يعني ما فما تنسيق مع وزاره الداخليه، وزاره النقل ما تنسقش مع الداخليه. يكون موجود وقت اللي ما تنسقش نقل. دونك الاستثناءات هذه موجوده اليوم حاولنا باش نوفروا معناها ماكسيموم بوسيبل بالامكانيات المتاحه ان شاء الله ابتداء من الغد الامور تتنظم اكثر. هذا اللي به فايده. خاطر ثم برشا اعوان زاد يزبطوا يجيو باش يشوفوا دورة العمل نتاعهم باش نجموا اون لي موبيليز باش نجموا كيف ننظموا لهم كيفاش يقضيوا الليل نتاعهم باش يخدموا اخر وقت. واضح. دونك هذا الكل يلزموا مشكور مشكور مشكور. هذا سو لا نونباش اللي وضعيه استثنائيه صحيح. نقرا في اخر المواقيت معناها نتاع المسائيه خاصه نقراو حساب الرجوع. ما يسالش ما يسالش ما يسالش ما يسالش سي محمد، هاني اسمح لي اني باسمك انت وباسم شركه النقل اني نجتهد واعتذر باسمكم المواطنين اللي روحوا على ساقيهم اليوم، مش مشكله سي محمد وان شاء الله غدوه نعتذروا لهم. راهو اكيد 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 وضع استثنائي. احنا في الكوفرسيون تاع المره الاخرى اللي يبدا تسعى واضح سي محمد حل اسهل ان شاء الله ان شاء الله ما نضطروش ان شاء الله لا غدوه فما كوفرسيون ولا بعد غدوه ماكسيموم بوسيبل نوخروا الوقت ان شاء الله. هذاك هو في حدود الامكان نقرا حساب واضح يا سي محمد. مشكور مشكور سي محمد الشملي المكلف بالاتصال في شركة نقل تونس على التوضيحات هذه. مادي كمل لي نحب نرجع لسؤالك يعني انه الراي التوانسه من السياسيين ومن العمليه السياسيه وكذا. المشاكل اللي موجوده في المناطق المهمشه هو ارث معناها قديم، والبطاله في خام الثوره هم 50000 بطال في تونس، اليوم ولاو 800000، والاكيد انه الحكومه هذه ما تنجمش تخدمهم الكل، والاكيد انه الحكومه هذه لما معناها لما الشعب يحتج ولا الناس تحتج ضد السلطه القائمه.
من غير ما نقولوا انها عندها المسؤوليه بتاع البيلون كل، لا ابقى لابد انه الناس هذه نفهموها زاد. عناوي قامت انتخابات، فما بعض الاحزاب وعدت كما في الانتخابات نتاع 2011 وعدت راهو يا توانسه انتخبونا حياتكم تولي جنه. حتى انت وعدت مادي، اما الفرق انه ما انتخبوكش وانتخبوهم. لا انا الناس كل واحد انا لا مش كلها وعدت مش لا لا مش صحيح. احنا في الانتخابات هذه واللي قبلها عمري لا قلت في كل معتمدات بنزرت وهذا شيء موثق، كنت نمشي نقول الناس راهو في الانتخابات هذه راهو الخمسه سنين الجايين باش يكونوا صعب على الاقل كي ثلاث سنين اللي فاتوا ولا اكثر. ابقى انا باش نبنيو بهم حياه افضل لينا احنا ولاولادنا. واضح. ما نجموش نقولوا خاطر الوعود الناس المشكله السياسيين يمشيوا انتخابات يقعدوا يقعدوا فقط باش يلموا، والوعود تهم الناس اللي امن بها. وبعد حاجه ثانيه، الانتخابات هذه واللي قبلها ما تقامتش حول مشاكل الناس، خاطر لو كان عملنا انتخاب ديبا الكترال حول مشاكل الناس راهو حكينا راهو قلنا لهم راهو 600,000 موطن شغل ميديكال واش ما تمش. هذايا الانتخابات اللي فاتت نعرفوها على شنو تمت، وبالتالي فما انديسيبسيون من التوانسه. حاجه اخرى، سنه بعد الانتخابات هذيا الطبقه السياسيه الحزب الاغلبي شنو اللي عندك في البلاتوات؟ لان عندك عام انت شنو اللي يحكيو فيه التوانسه؟ عركه في وسط الحزب الاول نادي تونس، شكون مع هذا شكون مع هذا، واطراف اخرى في المعارضه كل ما تعرف تقولوا كما في الحكومات اللي فاتوا راه كل شيء اكحل. إيه شنو البديل؟ البديل راه هذاك كل شيء اكحل. هذايا يخلي التوانسه عندهم الحق لما ياخذوا الطبقه السياسيه. الطبقه السياسيه اللي في 2011 قالت راو عركتنا في تونس مش كون مع الدين وشكون ضده، واللي في 2014 قالت راو ما فماش افوت يوتيل فماش افوت نلموا بعضنا كونتر هذاك، خاطر وضع البلاد يقتضي نحكموا كل ما بعضنا. قبل انتخابات 2014 كنت نقول انا الحكومه القادمه لابد يكون فيها الاحزاب الكل. وقتها لما كنت نجي البلاتوات يقولوا انت مع ضد مع النهضه وانت كذا وكذا، ها واش عشناه اليوم؟ هذا لابد يكون درس للطبقه السياسيه حاليا، انها راهو الوصول للكرسي ساعات يكون سهل. واضح. اما بعد شو باش تعمل به؟ تعمل به تحركات كثيره هذه. ناخذوا نقطه اخيره ولابد ان نقولوه، اليوم لابد من وحده وطنيه ولابد انه نقفوا لقاض الدوله، ولكن كذلك لابد ان نقولوا انه الدوله قويه من خلال الاداء الامني، الاداء العلمي. قال نقولوا انه الحكومه هذه فيها كثير مواطن ضعف ريناها اليوم، ريناها في السياسه الاتصاليه اللي نقولوا مجلس الوزراء تم ثلاثة أيام التالي هو جزء ولا جزء من تفاقم الأزمة واللي خلاها تبرك. نقول كذلك راهو راهو ما فماش حاجة اليوم تتقادة ولا غدوة، راهو احنا شو ساعات مؤسسة صغيرة إذا فيها دي بروسيس إذا فيها بلان داكسيون. احنا احنا شنو نعيبوا اليوم؟ احنا في السنة هذه قش عملنا من حضر تجوال برشا، في خمس سنين فاتت قش عملنا من حضر تجوال. نورمالمون عندنا توا فما امور ميكانيزم دوفري افوار سيلي دو كريس تقادا وتكون دي ميكانيزم لما يتم حضر التجوال اوتوماتيك. الوزاره الفلانيه تعمل هكا، الوزاره الفلانيه تعمل هكا، وهذه تعمل هكا وتعمل هكا، مانيو دو بروسيدور هكا الدول تخدم. للاسف هذايا مش موجود، وهذايا هاي صور سيد ماجد عبيد مروح على ساقيها مباشره هذايا في المجرد. والشيء هذايا اكيد باش يكون من الحاجات اللي باش نلاحظوها الحكومه هذايا باش نحاسبوها عليه. ابقى راهو محاسبه الحكومه في مساله ديمقراطيه اسقاطها عن طريق المجلس النواب الشعب، غدوه ما عادش عينا من مجلس النواب الشعب ندعوا له بخبط ملكة، هذا كله داخل في اطار الدوله اللي بنيو فيها. ابقى مش معناها هذايا راهو اي باش نعملوا روبلوت وطيحوا ونعاودوا مش لعبه. واضح مهدي بغربيه علي زرمديني طالب حق الامني في اللي يتكلم في كذا في خطاب رئيس الجمهوريه ورد كلام على داعش. فما عباد باش تقول لك زاده الرئيسي لمح وهاي داعش تحب تحط خشمها في الموضوع، ناس اخرين باش تقول لك باش تعملوا لنا فزاعه الحكايه هذه توا الاحتجاجات الاجتماعيه باش توليوا تخوفوا منها عن طريق العاده الارهاب وكذا. امنيا علي زرمديني اليوم امنيا الخطر الحقيقي لا الخطر الحقيقي قائم ويلزمنا نحدوا معطيات. خليني سي برهان نكلمك وقبل نحكي معطيات. انا نقول لك اليوم الوضع الاقليمي والداخلي خطير وخطير جدا. صحيح انه انسان سي مهدي انا فيما قال انه هنالك قوى الجيش والامن الوطني بمختلف اختصاصاته قائمه الذات وتسعى الى الافضل، لكن راي المخاطر يجب ان نحددها في اطار ما يسمى بالازمه. راهو اليوم الوضع الاقليمي متدهور جدا، انعكاس صورة ليبيا على تونس متأكدة، انعكاس مالي على تونس متأكدة، انعكاس الوضع على الحدود الجزائرية متأكد، الوضع الداخلي في حد ذاته والأطراف التي تحرض من الداخل. واحنا عندنا مرجعية فكرية هامة جدا هي الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة اللي يقول لك راهي تونس مهدكوها كان ولادها،
قضية ثابت. اليوم راهو عندنا مخاطر من الداخل ومخاطر من الخارج متجمعة. اليوم أنا نقول لك بالمجزية الميدانية أنه على مركز الأمن العمومي لسوق لحد اللي دخلت العباد تهدك فيه بالماسة كتب عبارات تحرض على الطاغوت وتدعو إلى قتل الطاغوت. العملية التي تمت في فريانة ماهيش عملية بريئة، هي بإيعاز وتحريض من بعض الأطراف التي تسعى إلى إقامة دولة الخلافة، هي من أطراف كذلك تسعى إلى تركيز إيديولوجيا معينة في داخل المجتمع التونسي وتقويض أسسه. هذا موجود، هذا شيء فعلي ومحسوس والتمس. بعض البيانات التي صدرت على بعض الصفحات الاجتماعية، أنا أقول لك غير اسم المتحدث وحط الزرقاوي أو حط البغدادي لا يختلف في شيء، اللي يقرأها يقول هذا بيان البغدادي أو بيان الزرقاوي. هذه حقيقة. اليوم هذه الأطراف ترتبط بأطراف خارجية تؤججها لمصالح جيوسياسية، لمصالح اقتصادية، تدفع بها نحو محاولة ضرب الاقتصاد التونسي، نحو محاولة ضرب المجتمع التونسي في صميمه، وهي أطراف معروفة وتتواجد على الساحة الإقليمية المغاربية، تستهدف تونس، تستهدف الجزائر، تستهدف المنطقة ككل. اليوم رحنا في وضع أمني، نقول على مستوى الجريمة رغم المجهودات الكبيرة والكبيرة جدا التي يبذلها رجل الأمن والنتائج الباهرة التي تحققت، واللي اليوم مع الأسف الشديد تخليني نقول أنه الجريمة العادية ولينا ما عدناش نذكروها ونحدوها بخطورة، ولينا نحدوا في جرائم أخرى على درجة أكبر من الخطورة، حتى ولو تمس المواطن في أملاكه في أعراضه في منشآته. اليوم رحنا أمام وضع دقيق يلزم نحطوه في حسابنا. والأمنيين أنا أعرف باختلاطي وارتباطي بالقيادات الأمنية المباشرة حاليا وأنها على بينة من هذا وقاري حساب لهذا، لكن اللي فرحني أنه اليوم ثم تضامن شعبي مسؤول مش سياسي، لأنه هنالك تقصير من الجانب السياسي، وسأقول أين التقصير وأين تقصير الحكومة في هذا. أو باش نقول لك، أولا هنالك المواطن، نعطيك على سبيل المثال في فوسانة 25 سائق نقل ريفي تجمعوا وحماوا مركز حرس في حي التضامن. كذلك المواطنين حلت زورتهم وضايا بشهادات قيادات أمنية من الحرس الوطني، حلوا زورتهم وقالوا احنا معاكم. هنالك اندفاع لمساندة المؤسسة الأمنية، لكن هذا راهو ما يكفيش. رحنا أمام حدة المخاطر. اليوم الدولة يلزم تحمل مسؤوليتها. حفظ النظام راهو علم، حفظ النظام راهو يواجه دي مانيفيستون أوستيل ودي مانيفيستون باسيفيست. احنا عندنا دراية بهذا، لكن راهو يلزم الآليات، آليات التدخل. ما هوش معقول باش اليوم العون الأمن يخرج إلى مواجهة اضطرابات معينة ببومبا غاز أو بعصا لا تتلائم مع حقوق الإنسان. احنا رحنا أكثر الناس حرص على حقوق الإنسان، أعطيونا آليات التدخل الناجعة اللي تحد من التصادم والالتحام بيننا وبين المتظاهرين. اليوم وحدات ميدانية مباشرة لحفظ النظام وما عندهاش خراطيم مياه، ما هوش معقول هذا، ما هوش معقول. هذه الآليات التي يجب أن تتوفر لنحد من الضرر. اليوم راهو إذا كانوا قال الالتحام راهو سيقع الضرر، فهمتي؟ والمؤسسة الأمنية قاعدة تتحمل أمام تجاذبات سياسية، أمام خطاب طاغوت تحريضي اليوم اللي قاعد يوصلنا من كل الجهات، وهكذا بتشوفوا في المواقع الاجتماعية وغير المواقع الجامعية الاجتماعية. اليوم دول تدعو إلى النيل من المؤسسة الأمنية التونسية وتسعى إلى تقويضها في حد ذاتها لمصالح ذاتية أو لاعتبارات الله أعلم كما قلت جيوسياسية. اليوم ثم هنالك محاولات لضرب استقرار البلاد. الشيء اللي واقع ما هوش عفوي. أنا أقول لك وقت الرأي شعارات ترفع في وقت معين وفي وقت وجيز، أنه هنالك تنقل من منطقة من المنطقة الأولى إلى المنطقة الثانية إلى المنطقة الثالثة بهذه السرعة، نقول ما هوش بالعمل البريء، بل هو العمل الممنهج والتي تقف وراه قوى دولية وتسند مع الأسف بأطراف داخلية تسعى إلى تقويض هذه الدولة وإلى تقويض أركان هذه الدولة. خنشوف مراسلنا في بنغردان بليغ. ألو بليغ. مرحبا بك بليغ، طمنا شنو الوضع في الجنوب في بنغردان؟ الوضع سي برهان مستقر، لاباس، الحياه عاديه، ما عندنا لا احتجاجات، لا عندنا تخريب، لا عندنا اعتداء على الملاك العام، لا اعتداء على الملاك الخاصه. صارت بعض الاحتجاجات الصباح شويه والعشيه لاباس وما صار حتى شيء والامور هانيه. وطو موجود بجنبي مواطن من اهالي بنغردان عبد الرؤوف الشهريه، ينجم يعطينا كلمتين بايجاز 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 سي بليغ. مرحبا بك خويا ومرحبا بال مرحبا بك سي رؤوف.
طمنا على الوضع في بنقردين. الامن مستتب خويا برهان وكل شيء ظروف طيبه وما سمع حتى بروبليم والحمد لله. معناتها كيما ساير الايام صارش في احتجاجات الصباح وصبا لاباس ما سمع حتى شيء. الحمد لله سي عبد الرؤوف، وان شاء الله بلادنا على خير. خاصه علاش نقولوا بنقردين؟ خاطر بنقردين واجهه اماميه مهمه في القضايا الامن القومي للبلاد. بنقردين تحديدا في موقعها الدقيق والحساس. مراسلنا مشكور بليغ، مراسلنا في بنقردين جمال خلولي، مراسلنا في باجة قولوا لي معنا على الهاتف. جمال الو مرحبا بك برهان. جمال شنو الاخبار عندكم في باجة بعد الاحتجاجات نتاع البارح اللي كانت في بدايتها في الميه برهان؟ صارت احداث شغب العشيه البارح بالطبيعة وعرفت ظروفها في الليل بمحاولات اقتحام وتخريب المؤسسات العموميه والخاصه من طرف مجموعه من المخربين، الا انه الوحدات الامنيه كانت جاهزه ونجحت في التصدي للشبان المخربين هذوما وتمكنت من ايقاف مجموعه منهم مع حصول اصابات في صفوف الامنيين. اليوم الوضع تغير طيله النهار وساد هدوء تام شوارع مدينه باجه، وين شهدنا انتشار امني لحمايه المؤسسات مع تواجد عسكري في مقر الولايه. وكانت ردود افعال مختلف اطياف المجتمع في باجة رافضة وملبدة بالعنف ومحاولات تشويه الاحتجاجات السلميه، وكان هذا نفسه موقف المعطلين على العمل من اصحاب الشهاده العليا وكذلك حتى من المعطلين العاديين. كذلك العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في باجة اجتمعوا اليوم العشيه واصدروا بيان عبروا من خلاله على رفضهم للعنف واعمال التخريب وقروا القيام بتحركات تدعم الاحتجاج السلمي والمطالبه بالتشغيل وترفض كل اشكال العنف والتخريب والاعتداء على الممتلكات العامه والخاصه. برهان حاليا وبدخول حظر التجول حيز التنفيذ جاتنا معلومه من مصدر امني ميداني يقول انه بعض الشبان المخربين رجعوا يرشقوا في الوحدات الامنيه المتمركزه بالقرب من مركز شرطه المزارع في باجه الشماليه يرشقوا فيهم بالحجاره، واكيد رده الفعل كانت من الامنيين بالاجاده بالغاز المسيل للدموع. واكدنا نفس المصدر انه الوحدات الامنيه عازمه ومتشبثه بحمايه كل المؤسسات الامنيه وكذلك الفضاءات التجاريه والمؤسسات العموميه والخاصه. برهان مشكور جمال بطبيعه للمعلومات اللي كنت توضح لنا فيها. امين تعرف الفضاءات التواصل الاجتماعي لعبت دور يعني بطبيعه في الواحد شنو طبيعه التنسيون غاديك شنو هذا مرتفع شنو؟ لا لا الهدوء موجود معناتها مقارنه عموما البارح الهدوء عموما لكن الاخبار توا في كذا عاش عموما موجود الهدوء لكن سوكي انتريسون اللي قاعدين نلاحظوا في صور حضاريه جميله قاعده تجي من قروين من منزل بورقيبه معناتها حتى عديد المواقع الاعلاميه قاعده تتفاعل معها. الشباب اللي خرج اليوم باش يحمي الممتلكات الخاصه والعامه ويقوم بالتنسيق مع اعوان الامن وواقف على الحومه نتاعو. حاجه اخرى تريز انتريسونت لهنا نداء للناس اللي قاعده تستعمل فيسبوك وتويتر والمواقع الاجتماعيه، فما دي فيديو من عام 2011 قاعده تدور في تونس، حتى فما دي فيديو في ليبيا وكنا استعملناهم في نت نسمه الاحتفال نعرفش كان ذكرهمش بورين الاحتفال بالمولد في ليبيا. ايوه يستعملوا وليت الفيديو هبطت على اساس انه هذا في بنقردين مواجهات بين ربي ردوا بالكم ربي ردوا بالكم فوالا الكريديبيليتي نتاع التصاور الفيديوهات هذه المغلوطه والمغالطات اللي قاعده تدور. اليوم في وزاره الجهه المواطنه اللي عملها من المجتمع المدني وعملناها من الكل وجمعيه رياضيه من ضمن معناها اعمالهم بغض بخلاف انهم يعاونوا قوات الامن وان شاء الله من ثروش لذا يبقى احنا مستعدين وهذا مستعدين تواسى باش نحميوا المنشات العموميه. فانه اليوم تم الاتفاق بين كل الجمعيات هذه والمدونين وكذا انه صفحات التواصل الاجتماعي نتاع الناس الكل تكون مسخره اليوم لحث شبابنا بالضبط. انه ما ينخرطش في العنف لحث لتنبيه كل حد في حومته كان فما عباد ولا هكا لابد انه اليوم ليلون سوليداريتي ليلون تاع المواطنه اللي عشناه في 2011 باش نستحضروا اليوم ونحولوها كذا. اسمحوا لي سي علي عندي سي وليد اللوغيني وعلى هذاك برهان واضح سامحني كي يقولوا التوانسه ما يخافوش على بلادهم واضح ما يخافوش على دولتهم مش بالامن وجيش اللي احنا على ثقه فيه برك مش بالسياسيين اللي نجموا نتغشوا عليهم بالمواطنه بالكذا التوانسه اللي ما تخليوش البلاد هذه تولي كيف البلدان الاخرين واضح مهدي. خليني مع سي وليد اللوغيني المكلف بالاعلام في وزاره الداخليه. سي وليد مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بضيوفك ومرحبا بكل الساده المشاهدين. طمنا سي وليد على الوضع ايش عندكم في التقارير الامنيه بخصوص صوره الوضع على كامل تراب الجمهوريه سي وليد؟ الوضع الامني بدا يتحسن
فما بعض الجيوب في حي التضامن، الوحدات قاعدة تدخل بنجاعة. في منزل بورقيبة فما بعض المحاولات، الوحدات قاعدة تدخل بنجاعة كذلك. في بنزرة فما مجموعات وقاعدين ندخلوا كذلك بنجاعة. نحب نقول أنه في القاسرين سيدي بوزيد غيرها من المناطق، الحمد لله هذا هو المثال اللي قاعدين يقدموا فيه في كل مرة. الحقيقة الناس في الجهات هذيك تقدم مثال في الوطنية، ومثال راقي جدا وقصورة راقية جدا. الملتزمين في الجنوب كذلك نحييهم الكل من هنا، ناس قاعدة تقدم بالفعل في صور رائعة. ونقول للناس اللي هي قاعدة تحاول أنها تنهب وهبطت مثلا في الكروان أو في غيرها، ولا في كما كنت نحكي أنا في الجيوب في إقليم تونس، أنه راهو الشعب لفظكم، المجتمع المدني لفظكم، الأحزاب السياسية لفظتكم، الإعلام لفظكم، وكل تونس لفظتكم. ونحب نقول للشعب التونسي يا شعبي يا عود الندي يا أغلى من روحي عندي باسم كل المؤسسة الأمنية، إن باقون على العهدي باش نحميو أمن تونس مع بعضنا، وباش نحافظوا على بناء الديمقراطية والحرية والتنمية في تونس في كنف السلام والأمن والأمن، وهذه هي تونس باش نحافظوا عليها. سي وليد، يعني رسميا عشنا بتطمين أن الوضع الآن تحت السيطرة، فما تحسن وفما تفهم من قرار حظر التجول من قبل الجميع، والحمد لله. هذا طبعا قاعد نقول لك فيه توا حسب المعلومات المتوفره حاليا، الوضع قاعد يتحسن، وان شاء الله باذن الله من حسن الى احسن باذن الله. واضح سي وليد الويقوني. خليني نعطي كلمه لسي نسيم. سي نسيم، يعني الحاجه اللافته انه قوات الامن وممثليها النقابيين خاضوا منذ اسبوع معركة من أجل تحسين الوضع الاجتماعي وكذا، لكن هذا ما منعش، وهذه 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 صورة الحلوة. راهو اجتماعيا كنا موجودين ونطالبوا كذا، لكن في نفس الوقت نأديوا في العمل، يعني في ذروة الخيام تاع الاعتصام تاع العوان وممثليهم بالنسبة لتحسين وضعية العون الأمن، لكن في نفس الوقت الأمن قام بدوره وكان موجود. نشوف احنا منذ الثورة واحنا هذه على فكرة صور مباشرة من حي التضامن، من مباشرة من منطقة النجرة بحي التضامن. احنا منذ الثورة واحنا نطالبوا بتحسين الأجور، أجور الأمنيين، وتحسين الوسائل، وتحسين البنية التحتية للمراكز وغيره. معناها هذا الكل معناها تحسبا لأي طارئ. احنا منذ الثوره معناها حبينا العقليه معناها نتاع عون الامن بصفه عامه تغيرت، لانه ما كانش يفرق بين النظام وبين الدوله. احنا تو نحسوا في روحنا اللي امن نتاع الدوله نتاع البلاد نتاع الناس كل نتاع الشعب التونسي نتاع بمختلف اطياف. ولهنا احنا كنا في جمعه التالي كنا في احتجاجات، وكنا في احتجاجات يوميه نطالبوا بحقنا، وهذا ما حتى حد ما شاكك فيه، واحنا عندنا حقوق معناها ان شاء الله باش ناخذوها من الدوله. ما لكن وقت اللي جد الجد والدولة حاجتها بينا احنا رانا على الميدان، وباش نجابهوا المخاطر اللي باش تمس ببلادنا، خاطر مش بلادي وحدي، بلاد الناس كل، بلاد تونس الكل. ولهنا تحية بالله لك المواطنين اللي وقفوا مع المؤسسة الأمنية في كامل أنحاء الجمهورية، من سوسة للقسرين للفريانة للبنزرت، أي منطقة تلقى المواطن اليوم. الفرق لهنا باش المواطن حتى المواطن يفهم الفرق بين الثورة اللي صارت في 2011 وبين اليوم، انه في الثوره كانت الناس الكل متحامله على المؤسسه الامنيه، كانت المؤسسه الامنيه نحس بروحنا وحدنا. اليوم الحمد لله نحس بروحنا في وسط الشعب، ونحس اللي فما الناس في الشعب، الاغلبيه المطلقه نتاع الشعب التونسي يحمي في بلاده ويحمي في المؤسسه الامنيه اللي كيما حبها لقاها. هذايا الحاجه اللي يفتخر بها الامني، والامني راهو كي يلقى المسانده راهو مستعد باش يضحي بحياته. وقت راه معناها الحادثه والشهيد اللي تعدى عنده نهارين، والمؤسسه الامنيه واصله تخدم معناها بدون ضجيج، بدون في كنف الحرفيه، في كنف معناها الوطنيه نتاعو، كملنا نخدموا ماناش البلاد هذيا معناها راهي على عاتقنا، مانيش بسلموا فيها. حقوقنا هذاك جانب اخر تو نحكيو فيه، وحقوقنا بالنسبه لنا احنا كيف مانيش بسلموا فيها. اما لكن فما معادله صعبه وقت اللي تبدا بلادك في حاجه ليك، رانا كلنا مجندين وكلنا جنود. هنا دعوة خاصة للعديد الأطراف في المجتمع المدني. تو مهدي كان يحكي على في بنزرت على أساس أصدروا بيان وغيره، ماذا بينا تعم على الجمهورية كاملة، ماذا بينا المنظمات الوطنية الكبيرة إنها كلها تقف وتكون عندها بيان واضح وموحد، وماذا بينا في نفس الوقت علاش لا، أنا تو تلقائيا باش نقولها، علاش الاحتجاجات هذه ما تتأجلش في الظرف الراهن بورتون اللي احنا نواجهه في عديد صعوبات. احنا المؤسسة الأمنية لهنا فما معادلة صعبة، اسمعني إن نواجهه
نواجهه من جهه نواجهه في المسيرات ونسيروا في المسيرات والتظاهرات السلميه والمطالب المشروعه للناس هذه اللي نسيروها. من جهه اخرى فما الفضوليين اللي ناس خارجه من المدارس شنو هي المطلب نتاعو؟ ما عنده حتى مطلب، خارج من المدرسه قاعد يعمل في شغب، في احداث شغب. ولهنا دعوه للوالدين باش يردوا بالهم على اولادهم ويتبعوا اولادهم ويشدوا اولادهم في اوقات معينه. فما حاجه اخرى معناها الناس اللي تدخل معناها نشوفوا حتى على وسائل التواصل الاجتماعي صفحات ناس تكفر وناس تكبير في تونس في حي التضامن في غيره في ندراوين، معناها الناس دعوه لدوله كذا وناس تدعم في داعش. هذا الكل معناها نحطوه بعين الاعتبار، نحطوا مصلحه البلاد قدامنا ويلزمنا الناس الكل نكونوا يد واحده. واضح كلمه كلمه لغالب راهو سي سلاح. هاي مازالت لي دقيقتين بالضبط. في دقيقتين الله غالب سي سلاح تكلمنا، رانا تكلمنا برشا تكلمنا مش كل واحد دقيقتين. شوف انا نحب نقول كلمتين. الكلمة الأولى أنه رجاء من الطبقة السياسية تقفز أو تتخلى عن بعض المطالب اللي ما عندهاش راه لن تؤدي إلى طريق مفتوح. إسقاط الحكومة الآن في تقديري عملية معناها لن تؤدي إلا إلى مزيد من الفراغ. الدعوة إلى حل البرلمان والدخول في انتخابات إن شاء الله نلقاو ناس ينتخبوا. التونسيون الآن بعد ما شافوا كل هالواحد كل إن شاء الله نلقاو منهم 5% مستعدين يمشيوا ينتخبوا، وذلك ما ندخلوش في مغامرة باش تؤدي بنا إلى مشكلة. حوار وطني نعم، ولكن حوار وطني جدي وحقيقي ويؤدي إلى نتائج يلتزم بها الجميع. الثرثرة السياسية خلاص. النقطة الأخيرة أنه أنا عندي ثقة في التوانسة وفي تونس، وأنه اللي وقع الآن من مظاهر تضامن بين التونسيين في هاللحظات هذه أنا كنت صباح خايف. أنا كنت صباح خايف. الآن أنا مطمئن بأن مازالت هناك بلد، مازالت هناك دولة، مازالت هناك شعب يؤمن بهذا البلد ويسعى إليه. مشكور سي سلاح كلمتك الأخرى. أنا نحب نقول كأمني وكقيادي أمني سابق نقول رحنا ما نحبوش نكونوا في المواجهة، رحنا نحب نكونوا قوة قانون. اليوم السياسيين يلزمهم يتحملوا مسؤولياتهم، يلزمهم يلتقيوا بالشباب، يلزم تنعقد ندوات ويسمعوا الشباب، يلزم يسهلوا لنا مهمتنا. راهو احنا قاعدين شيء وما نحبوش ندخلوا في كل شيء، ندخلوا في النقل، ندخلوا في الامتحانات، ندخلوا في نقل الحبوب، ندخلوا في كل المسائل الجانبيه ونعمل اللي فايت الغير. راهو عندنا مسائل حددها القانون، حددتها الجمهوريه، حددها الدستور، نلتزم بها. مهدي نقول انه اليوم الحكومة لابد تتحمل مسؤوليتها، وهذا وفما جلسة في أول الأسبوع في مجلس النواب الشعب للحديث حول هذا. لابد أن الطبقة السياسية نتمنى أن الطبقة السياسية أو جزء منها على الأقل يتعظ بما حصل هنا ونتفاداه. كيف خاطر نسمع حنا توا في أيامات التالي طبول معناها مرة أخرى فما طرف سياسي راهو حركة النهضة هي المصيبة وراهو لازمنا نلتفوا كلنا باش نعاودوا نقولوا كل اللي هو اللي سمعناه في 2014 وبعد لنا شنو الوقت. لابد أن الطبقة السياسية وبعض السياسيين يلتقي في قضايا. حاجه اخيره التوقيت لا 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 الاخيره في ساعه نحب نحكي مع 800,000 بطل اللي عندنا في البلاد، نعرفوا شنو وضعيتهم، نعرفوا صعب الوضعيه في المناطق الممشى في البلاد. ابقى كذلك راهو حرق البلاد ما فهموش باش يخلق تنميه، مفهوم يزيد يغرق المشاهد. ولابد انه كذلك ناخذوا كل ما بعضنا لايجاد برنامج حقيقي. انت خلي كلمه سي نسيم. تحيه الى المؤسسه الامنيه والعسكريه والديوانيه والسجنيه والى رجال تونس الكل اللي واقفه على البلاد هذه، وان شاء الله الى بارك الله فيك. طبعا الله غالب خليفه انت غدوه عندك الحوار مع السيد رئيس الحكومه، خذ بايك هذيك امين كيف انت ديما حاضر معنا. أعزائي المشاهدين إن شاء الله أعطيناكم فكرة على الوضع، لكن في المواقف ما كناش محايدين وما ناش باش نكونوا محايدين. البلاد ما يلزمهاش تتحرق ويلزمها تبقى حية وتحيا تونس. تتفرجوا على حلقة اليوم من نسمة نيوز على نوتر سيت ويب www.nesma.tv/replay وإلا على الباج فيسبوك نسمة تيفي.